صحة الناس وحياتهم هي أهم حاجة في دنيانا، ما ينفعش فيها غير يبيض يسود. أملهم في العلاج أحياناً بيخليهم يروحوا ورا الوهم، وكتير من الناس ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط، ما بيعرفش مين الجاني ومين البريء، فين الوهم وفين اليقين. ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم، ده واجبنا مع الناس الحلوة. الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. اهلا بكم. النهارده حلقه شديده الاهميه، يعني فوق ما انتم متخيلين، لان احنا هنتكلم عن دوالي النهارده. وقول لي مين البيت اللي ما فيهوش دوالي يا باشا؟ ده انا وانا قاعد كل مريض يدخل، يعني مش كل مريض، يعني كل مثلا مرض 3-4 كده يجي حد وفي وسط البتاع يسالني على الدوالي. اقول له يا عم الدوالي دي مش تخصصي، ماليش دعوه انا، بس خلي بالك الدوالي ليها اثار جانبيه كذا وكذا، بيبقى مريض سكر، مريض ضغط، على الدوالي. فالدوالي مشكله، خلي بالكوا لازم تتنبهوا النقطة. الدوالي مشكلة مش جمالية بس، الدوالي مشكلة. يعني إبراهارد رابع قال إن الدوالي ليها عوامل وراثية، أيضا قال إنه لا يمكن تجنب الإصابة بالدوالي، لكن يمكن فقط تجنب المتاعب الناتجة عنها أو تقليل. الدوالي قصتها بمنتهى الاختصار هي عيب في منظومة الأوردة. الأوردة ليها منظومة معينة، الأوردة بترجع الدم سبحان الخلاق العظيم في اتجاه القلب عكس الجاذبيه الارضيه، وانت واقف الدم ازاي يرجع؟ طب ما هو لازم هيركض. اللي بيمنع ارتجاع الدم في الاورده الصمامات تعمل في اتجاه واحد. الصمامات دي لو فيها ديفكت او فيها عجز او فيها مشكله يحصل ان الدم يركض في الاورده فتتسع الاورده وتظهر، وهنا تسمى هذه الحاله الدوالي. الدوالي الحقيقه الاشعه التداخليه اعتقد انها لعبت معاها دور مهم جدا، لان احنا بنتكلم على حالات عملياتها كانت رخمه صعبه. فالنهارده اعتقد زي ما قلت لكم انتشار الموضوع وقيمه تدخل هذا البرانش فيه الكبيره في حاجه منتشره، وجابتنا من اقصى مشاكل الجراحات والتدخلات الى سهولة ويسر ونتائج جيدة جدا مع الأشعة التداخلية، جعلني أقول إن هذه حلقة هامة للغاية. ضيفي العزيز هو رائد هذا المجال والقيمة العلمية الكبيرة اللي بتضفلنا قيمة كبيرة على البرنامج ككل، واحد من القمم الكبيرة في برنامج الناس الحلوة، ضيفي العزيز أستاذ الأساتذة الأستاذ الدكتور أسامة حتة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا دكتور أيمن. النهاردة بقى موضوع يعني زي ما بيقولوا موضوع الساعة. أيوة الحقيقة. احكي لي بقى الأول بالراحة كعادتك الجميلة وأسلوبك العلمي الرائع، كيف تعمل أوردة السق؟ الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة الأول، أوردة السق احنا بنتكلم على الأوردة برضو السطحية. احنا أوردة الساقين في نوعين من الأوردة، الأوردة العميقة والأوردة السطحية. السطحية والعميقة دي نسبة أو علاقتها بالجلد، الأوردة العميقة دي عميقة عن الجلد، والأوردة السطحية اللي هي تحت الجلد مباشرة. الأوردة السطحية زي ما احنا شايفين عبارة عن أنابيب مطاطية بتاخد الدم من رجل المريض أو رجل البني آدم، بتشيله زي ما حضرتك تفضلت توديه لحد القلب فوق. هذه الأنابيب المطاطية بيبقى فيها صمامات، عشان برضو البني آدم زي ما حضرتك قلت هو واقف الدم بيروح ناحية القلب عكس الجاذبية الأرضية. الصمامات دي اللي احنا شفناها من شوية في الصورة، أو الفالفز، أو اللي بتقول عليها بالبلدي التشيك فالف،
بتسمح بمرور الدم من أسفل إلى أعلى اتجاه القلب، ولما المريض يقف يقوم عمود الدم أو طيار الدم ما ينزلش لتحت عشان الصمامات دي بتحوشه إنه ينزل لتحت. طيب إيه اللي بيضخ كمان الدم في هذه الأنابيب المطاطية بيدفع الدم؟ البامب أكشن أو المضخة اللي هي العضلات، عضلات الرجلين أو الساقين اللي بتحيط بهذه الأنابيب المطاطية أو الأوردة من كل ناحية. لما تنقبض هذه العضلات تبتدي تضخ الدم في الأنابيب المطاطية دي وتدفع الدم ناحية القلب، والصمامات تمنع الدم إن هو يرجع تاني في اتجاه المعاكس ناحية الرجلين. هذه المنظومة الدقيقة جدا هي اللي بتخلي الدم يعدي أو يمشي في الأوردة من أسفل إلى أعلى، وده النظام الطبيعي للأوردة. إيه اللي بيحصل في دوال الساقين لو حصل خلل في هذه المنظومة؟ الخلل الأساسي إن يحصل عندنا مشاكل في الصمامات اللي هي بتخلي الدم ما يرجعش في الاتجاه المعاكس. لو تخيلنا إن هذه الصمامات حصل فيها خلل تبتدي الدم يطلع ناحية القلب لما المريض يقف، وخاصة لو كان بيقف لفترات كبيرة أو من عنده مهنته أو شغله بيخليه يقف لفترات كبيرة، يبتدي الدم يرجع في الاتجاه المعاكس ويتراكم في الأوردة اللي هي الأنابيب المطاطية دي. هذه الأنابيب زي ما بقول لحضرتك دي أنابيب مطاطية، يعني لما الدم بيتراكم فيها تبتدي تتسع، تبتدي بعد المرحلة الأولى أنها تتسع، المرحلة الثانية بعد ما اتسعت تتشد فتطول، تبتدي تتعرج لأنها طولت فتبتدي تتعرج من هنا يمكن اسم الدوالي اللي هنا متدلية أو بعيد، فتبتدي تظهر بعد ما كانت تحت الجلد لا تكاد ترى إلا بصعوبة، بعد ما حجم هذه الأوردة المطاطية يتضخم ويكبر وتتسع وتتعرج وتدل تبقى واضحة وظاهرة جدا، وده اللي احنا بنسميه نقول المريض ده أو الشخص ده عنده دوالي اللي هي الأوردة اللي باينة تحت الجلد دي. ده باختصار يعني إيه الدوالي أو إيه هي دوالي الساقين وإزاي بتتكون. العوامل الأسباب الوقفة بس مدرسين جراحين زي ده يعني دي يمكن حاجات اللي بتساعد على تكوين الدوالي، لكن الصمام اللي هو في الوريد ده إيه اللي بيخليه يبوظ؟ في نظريات كتيرة جدا، من أهم الحاجات يمكن عوامل وراثية أو جينية، يعني ليه الصمامات عند الشخص ده بيحصل فيها خلل وعند الشخص التاني لا؟ دي عوامل جينية وعوامل وراثية. في عوامل تانية مساعدة اللي هي زي ما حكيت تفضل الوقفة لفترات طويلة، اللي بيشتغل مهنة بتخليه يقف فترات طويلة، أو اللي بيشتغل مهنة بيخليه يقعد فترات طويلة، وبالتالي على طول الدم عكس الجاذبية. الحمل ده الهرمونات في الجسم كله بتتغير، وبيقال ان تغيير الهرمونات في الجسم دي بتبقى من العوامل اللي بتضعف جدران الأوردة وبتبوظ الصمامات برضه. التقدم في السن والسمنة، لان دول الكتلة العضلية اللي هي بتمثل المضخة اللي بتضخ الدم حوالين الأوردة اللي هي الأنابيب المطاطية دي بيقلوا جدا مع تقدم السن، ومع السمنة في السمنة الدهون بتزيد، وبالتالي الكتلة العضلية عند البني آدم بتقل، المضخة دي تبقاش شغالة كويس. فكل دي عوامل بتساعد ان الدوالي تظهر او تتفاقم وتبقى بصورة واضحة الحقيقة. دي ده شكل العوامل. ازاي العيان بيشتكي من مشاكل ولا مشاكل تانية؟ زي ما قلت حياتك، هي طبعا الشكوى الاولى ان تبتدي كل ما الدوالي بتزيد وحجم الأوردة دي بيكبر، يبتدي المريض يلاحظ ان فيه دوالي، او بيقولوا المرضى بالبلدي في عروق بتبان تحت الجلد. تبتدي العروق او الدوالي زي ما احنا شايفين اهو صغيره، وتبتدي كل ما زاد تراكم الدم في الوريد يبتدي يتمدد الوريد يكبر اكتر، يبتدي بعد كده يبقى اضخم، يبتدي يتعرج
فالمريض بيلاحظ كل هذه التغيرات. طيب المريض ده الأوردة دي الدم ده راكد في الأوردة ما بيطلعش ناحية الدم، وبالتالي ما بيحصلش عملية تبادل الغازات في الأنسجة بتاع الساقين كويس، وبالتالي الأنسجة بتاع الساقين ما بتبقاش في أحسن حالاتها، بيحصل تورم في الساقين لزيادة الضغط في الأوردة، فيبتدي المريض يشتكي من تورم في الساقين. حاجة تانية يبتدي يبقى فيه مع الوقفة فترات طويلة برضو فيه تراكم للدم ما بيمشيش كويس، يبتدي المريض يشتكي بوجع أو ألم في الساقين، وخاصة في آخر اليوم بعد الوقفة لفترات طويلة. الضغط داخل الوريد زيادة، يبتدي جزء من الدم بعض الدم يتسرب تحت الجلد، يبتدي يحصل تغير في لون الجلد عند المريض. دي كل دي أعراض بيشتكي منها المريض، يقول أنا عندي أوردة أو دوالي أو عروق باينة عندي تحت الجلد، أنا عندي وجع جامد خاصة آخر اليوم، أنا بشتكي إن في تغير في لون الجلد، بشتكي في ورم في الجلد، أو ساعات بيشتكي إن في حكة في الأنسجة، لأن الدم ما بيرجعش بصورة جيدة أو بصورة طبيعية داخل في الوريد ناحية الدم كويس. السؤال المهم ازاي نشخص ان فعلا ما الدوالي باينه، لكن ان دي مشكله قد كده خضرتها وقد كده انتشارها وتاثيرها. الحقيقه التشخيص بجانب التشخيص الاكلينيكي بالنظر، في عندنا وخاصه في الاشعه الدوبلر او الموجات الصوتيه الملونه دي مهمه جدا. احنا بنفحص المريض زي ما احنا شايفين ده جهاز الموجات الصوتية او الدوبلر، ببساطة بنحطه على رجل المريض وبنفحص الوريد الحقيقة وهو اثناء النوم او اثناء الوقوف، عشان دي في الوقوف دي الاوردة السطحية بتبقى متمددة وتبانة، ونقدر نشوفها بدقة ونقيس مقاسات الاوردة السطحية ازاي. الحقيقة اللي هي الاوردة السطحية في انا بمثلها دايما بتبقى زي شجرة، في وريد سطحي مهم جدا كبير ماشي من قدم البني آدم لحد أعلى الفخذ، وده الوريد الرئيس وده جذع الشجرة، ومن جذع الشجرة ده بيطلع عدة تفرعات، كل ده بنقدر نشوفه بالدوبلر الملون أو الموجات الصوتية الملونة، بنشوف حجم الوريد ده قد إيه، الصمامات اللي موجودة في الوريد هل هي بتعمل بكفاءة ولا فيها تسريب، والتسريب ده كميته قد إيه. بنعمل زي ما بنقول مابنج أو خريطة وريدية تحت الموجات الصوتية الملونة لأوردة الساقين، حجم الوريد، مدى التسريب، تسريب لأنهي مدى، في أنهي مجموعة من الصمامات، لأن الصمامات دي موجودة بطول الوريد من الساق لحد فوق، وبنحددها وساعات او غالبا بنحط زي علامات على الجلد عند اماكن الاورده اللي بتسرب الدم، فبنعمل خريطه وريديه كامله، ودي بتبقى تشخيص ودي اساس العلاج الحقيقه. فالدوبلر الملون ده عامل مهم جدا 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 في التشخيص. واحنا داخلين بسرعه على المضاعفات، هندخل المضاعفات على الاشعه التداخليه، لانه يعني انا عايز برضه المضاعفات الحقيقه دي، ده حضرتك برضه اشرت لنقطه مهمه جدا ان دي تخلي المشاهدين ما ناخدش الدوالي بسهوله. الدوالي تبدا باورده وتورم في الساقين، ثم شويه وجع، بعد كده نخش في مرحله تانية، ده اقصى الشمال ده دوالي، المرحله التانية يبتدي يحصل تغير في لون الجلد وزيادة في سمك الجلد عشان تسرب الدم داخل الأوردة، الدم متراكم وبالتالي الدم ضغطه عالي داخل الوريد، يبتدي يتسرب في الأنسجة، يبتدي يحصل تغير في لون الجلد، بعد كده يزيد هذا اللون أكتر فأكتر، يبتدي يحصل بعد كده الدورة الدموية الوريدية في أسفل الساق تبقى غير منتظمة والدم ما بيرجعش في كفاءة، وبالتالي الأنسجة دي بيحصل فيها ما بيبقاش الدم بيرجع فيها بصورة كويسة، والنتيجة النهائية أقصى يمين الشاشة بنوصل لحاجة اسمها القرحة الوريدية، ودي حاجة خطيرة جدا وحاجة سخيفة لو وصلنا
الى هذه الدرجه. فدي ده بالترتيب، دي سيكونس او مضاعفات او تبعات الدوائر اللي تبدا باورده وتنتهي في الصوره المريعه اللي هي القرحه الحقيقه بتاعت الاورده. الحقيقه استمتاع بوجودك معنا، كمان انت حضرتك بتشرح النواحي العلميه الخاصه بكل مرض بالتفصيل، يعني وده نادرا ما بنلاقيه في الاشعه التداخليه. الحقيقه يعني برضو احنا في الاشعه التداخليه يمكن هي ليها طبيعه خاصه. طبيب الاشعه التداخليه مش بس طبيب، مبقاش طبيب اشعه، لازم يبقى عنده البعد الاكلينيكي عشان قوي جدا عشان يشخص، لان هو المريض بيبقى احنا اللي بنعالجه. بالظبط، فلازم ده لازم. ازاي يد الاشعه الداخليه وصلت لهذه الدرجه من التعامل مع الدوالي؟ الحقيقه دكتور ايمن، يعني احنا الدوالي دي كان الحل التقليدي وكان الحل الكلاسيكي، ان احنا زي ما قلت لحضرتك الوريد السطحي ده عباره عن شجره، جذع الشجره والفروع، كان حل الجراحه. احنا كان الوريد الكبير اللي هو على سبيل المثال الوريد السطحي الكبير اللي بدأ من القدم لفوق، كنا الجراحين كان بيفتح جراحه بيفتح يشيل هذا الوريد او يشيل جذع الشجره بالكامل جراحيا علشان نلغي الاورده ونلغي الصمامات ونلغي كل حاجه، لحد ما ظهرت الاشعه التداخليه وابتدينا نعالج كل امراض الاورده من الداخل. يعني مش لازم نفتح ونشيل الوريد، طب ما احنا ممكن يكون عندنا حلول نلغي هذا الوريد وهو موجود فكاننا شلناه بس من غير ما نفتح بعمليه. ودي متعه وقيمه الاشعه التداخليه اللي هي التدخلات المحدوده والبسيطه جدا. فمن هنا جت دور الاشعه التداخليه بالكي بالليزر للدوالي السطحيه. زي ما احنا شايفين هنا احنا بنشوف زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا الاساس واضح، شخصنا بالدوبلر الملون والموجات الصوتيه فين الدوالي وفين الاورده المتمدده وحددناها بدقه بالموجات الصوتيه. بنحط الموجات الصوتيه ونخش ب قسطره الليزر، وقسطره الليزر دي قسطره رفيعه جدا بنوجهها تحت الموجات الصوتيه بالظبط، تحت الموجات الصوتيه تخش قطرها ما فيش ملي، نخش جوه الوريد من تحت من يمكن من الركبه او من تحت شويه ونوصل لحد اعلى الفخذ الاخر الوريد ونبتدي نكوي، نشغل الليزر المتوصل للقسطره دي داخل الوريد ونكوي الوريد ده من اعلى الى اسفل تدريجيا سنتي سنتي تحت الموجات الصوتيه. المحصله النهائيه ان احنا بنبقى كوينا هذا الوريد من الداخل من فوق لتحت. وبالتالي ده يمكن برضو الفيديو ده هيوضح هنا اهو اللي من تحت هنا انا داخل اهو هنا ده بيمثل احنا داخلين بقسطره الليزر اهو. ده المدخل، في احنا بندخل بابره وبعدين مدخل كده بندخل منه القسطره وبنخش اهو داخلين من الركبه لحد فوق، كل ده تحت الموجات الصوتيه احنا بنبقى شايفين. كل ده من داخل الوريد. الحقيقه المنظر ده احنا كمان بنعمل ايه؟ بندي بنج موضعي حوالين الوريد. الجزء الازرق او اللبني فوق ده احنا بندي ده بيمثل ابره رفيعه قوي، بندي بنج حوالين الوريد. وبالتالي سنسوري سبلاي. لو تلاحظ حضرتك القسطره هي الحاجه السوداء اللي في النص، لما بدي البنج الوريد بيقفل على القسطره عشان ازود فعاليه الكي. دي نمره واحد. نمرة اتنين، المريض بعد شوية البنج البساط دول ما بيحسش بأي حاجة. الوريد بيحس. المريض ما بيحسش بأي وجع. الوريد نفسه بيحس. الوريد عشان البنج. اللي احنا بنديه ده البنج ده بيبقى بنج بنسميه تيوميسنس أناسيزيا، يعني بنج مخلوط بمحلول ملح وبيبقى سائع بيبقى متلج. فبالتالي البنج بيخلي المريض ما يحسش بأي وجع من الأوردة اللي هنكويها. وكمان الـ درجة حرارته أو السقوعية دي بيلغي تأثير الحرارة على الأنسجة المحيطة بالـ بالـ بالوريد عشان ما يبقاش فيه لا ألم ولا ضرر للأنسجة المحيطة. الوقت بتاع البروسيدر قد إيه الإجراء؟ إحنا بنخش تحت الموجات الصوتية
وبناخد في حدود مثلا تقريبا ربع ساعة في الأول من الأول وريد لآخره. ده يعني ما بيزيدش، غالبا بيبقى يعني ببنج موضعي. ده هنا يمكن دي حالة واقعية اهو، ده الموجات الصوتية، واحنا نخش الأول اهو بجوه الوريد بإبرة رفيعة جدا وندي البنج بإبرة رفيعة. كل دي فتحات دقيقة زي ما نكون بناخد يعني حقنة بسيطة جدا اهو. والأحمر ده بيمثل شعاع الليزر اهو، احنا ساعات بنلبس نظارة عشان الليزر ما يأثرش على العيون. بنخش تحت الموجات الصوتية نوجه الليزر، الأحمر ده الليزر بنوشيه في الوريد عشان ياخد الوريد من أوله لآخره، وبنبقى شايفين قدام عينينا بالموجات الصوتية الأجزاء اللي اتكوت. زي ما احنا تقريبا يعني هو العملية تقريبا دقايق، ما بتاخدش يعني بالكتير ربع. ده المنظر النهائي، دي الحتة اللي احنا دخلنا منها، الحتة البلاستر الصغير أو مفيش أي فتحات. والعيان بيعود لحياته الطبيعية عادي. احنا بعد ما بنخلص بنخلي العيان يلبس شراب الدوالي اللي هو الشراب الضاغط. الفكرة ان احنا بعد ما كوينا داخل جدار الوريد بنحب نلزق الجدارين بتوع الوريد على بعض عشان نلغيه بالكامل. فالمريض بيلبس شراب دوالي لمدة، او الشراب الضاغط ده 3 ايام متواصلين، ثم اسبوعين بيلبسوا الصبح ويقلعوا بالليل، وبعد كده خلاص بيستغنى عن الشراب بالكامل. الحقيقة المريض بنخليه يروح في نفس اليوم بعدها بساعة أو حاجة، وبالعكس احنا بننصحه بنقول له امشي ومارس حياتك. أنا بمشي المريض بعدها بساعة، ولازم يمشي بعدها بساعة. لو في شوية ألم بسيط أو أي حاجة من هذا القبيل بناخد أي مسكن بسيط. الحقيقة ما فيش عندنا يعني أعراض ذات قيمة، أو فترات النقاهة بتبقى يعني بسيط. لو عندنا مريض يقدر ينزل شغله يوم او اثنين، ما بقاش فيه اي مضاعفات تذكر. يعني لو حتى الدوالي كتيره او اكستنسيف، بنقول عليها اكستنسيف، لو كانت بايلاترال على الناحيتين برضه الاشعه التدخليه تضر. الحقيقه ده سؤال مهم دكتور ايمن. احنا بنلتزم بنعمل الرولز دي بتطبق سواء الناحيه او الناحيتين. الوريد الكبير اللي هو من الساق لحد فوق، او في وريد تاني من الساق لحد خلف الركبه، كله نفس الرولز. احنا زي ما قلت لحضرتك الكي بيكوي جزء الشجره الكبير. بعد ما جزء الشجره بيموت، الفروع دايما بتموت بالتبعيه. 70% من الفروع دي بيموت بالتبعيه، وساعات بيبقى 30% شعيرات صغيره بنعمل لها حقن تكميلي بماده اسمها فوم سكليروثيرابي، او زي ماده صمغيه تحت الموجات الصوتيه برضو بابره رفيعه، بنحقن زي سائل كده يلغي الشعيرات اللي موجوده دي، وبالتالي العلاج بيبقى زي منظومه كامله كده. فحجم الاورده ما عندناش فيه مشكله، كميتها ما فيش فيها مشكله، بالعكس احنا ممكن، بس يبقى عندنا بلان واضح او خطه علاج شامله وكامله للمريض من اول ما بشوفه بالموجات الصوتيه. يمكن ده هنا يعني ده حاله من الحالات اللي احنا عليناها. عايز اسال على السمنه برضو، يعني هل السمنه عائق؟ السمنه يعني من ضمن الحاجات اللي بتساعد ان الدوالي تظهر، وبالتالي بتساعد على الارتجاع. يعني كل ما كان الكتله العضليه زياده، كل ما البامب اللي احنا او المضخه كانت كويسه، كل ما الدم مش هيبقى متراكم، فده بيساعد اكتر ان مفيش ارتجاع او عدم تكوين الدوالي من الاساس. الصوره اللي قدام حضرتك دي اهو، يمكن ده باين اهو، اللي على اليمين ده منظر الدوالي. ده كان الدوالي متقدمه اهو، ده دي من النوع بقى المصري الفاخر. ده قبل عندنا الكي بالليزر، وعلى الشمال ده هو نفس المريض بعد العلاج. حقيقه النتيجه في ستات كتير بتهمل، ورجاله برضه بيهملوا الدوالي. لا ننصح، عشان زي ما شفنا ده حاله تانية اهو على الشمال. جلسة واحدة هي جلسة واحدة، هي الليزر الحقيقة جلسة واحدة، وبنتابع بعد كده بقى المريض. الإهمال يؤدي زي ما قلت لحضرتك المضاعفات، اللي هو ممكن يوصل لعواقب مش كويسة، قرح وتغيير في لون الجلد، وكل دي احنا يعني في غنى عنها جدا. القرحة دي كارثة. دي قرحة، ممكن المريض يكون عنده سكر فتقلب حاجة دوالي سكر مع بعض. الحقيقة قرحة الأوردة يعني من النوع الصعب،
وعلاجها بيبقى سخيف جدا جدا، بينما الحل الاول الوقايه خير من العلاج. من العلاج. التيك هوم مسج للناس اللي عندها دوالي، لانه دول كتير قوي، وللاسف درجه الاهمال في الدوالي تحديدا انا شايفها مرتفعه. الحقيقه انا لو هقول كلمه واحده هنقول اللي عنده دوالي لا يهمل، ولا سيما ان احنا بقى عندنا حلول بسيطه وفي المتناول من غير جراحه ومن غير بنج، فليه نهمل؟ لا مفيش داعي الحقيقه. لو هنقول كلمه واحده لا داعي للاهمال. لا داعي للاهمال. برضو تقييمك لدور الاشعه الداخليه الان في الدوالي وصلت الى كم؟ هو ده بقى الديفولت او ده بقى الكلاسيكي، ما عادش مع عمليات خلاص. خلاص يعني اساسا هي خلاص احتلت. لا 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 ما عادش الا في القليل، ان يعني في حالات ضئيله جدا، لكن لو هنقدر نقول يعني مثلا 98% من الحالات بتعالج من الداخل، من داخل الوريد بالكي بالليزر او ما الى ذلك. العمليات بقت يعني في حالات محدوده جدا جدا جدا. العلاج بالاشعه التداخليه في دوره الى، وده دوره الحقيقي، ان انا اقلل من خطر الجراحات، من مضاعفات الجراحات، لكن لا تبقى الجراحه في حد ذاتها طبعا يعني من الحاجات اللي تعمل مشاكل. الحقيقه الاشعه التداخليه بتدينا حلول وبتدينا اوبشن اضافيه او اسلحه اضافيه لمواجهه امراض كتيره جدا، فلازم نستعمل هذه الاسلحه، وده حل موجود وحل في المتناول. قبل ما نمشي حاجات صغيره بقى، الكعب العالي بيعمل دوالي؟ ما يعملش، ده مش هو السبب في مش سبب في الدوالي. لا وانا شايفه مش سبب، يعني الكعب العالي ده مهم يعني مش سبب يعني في الدوالي. انت اسعدتني وطبعا نورتنا، وكالعاده يعني الجمال زي ما قلت لحضرتك في حلقاتك انك ما بتشرحش دور الاشعه التداخليه بس، انت بتجيب الموضوع من اوله، وده شيء بيعمل لنا ساتسفاكشن جبار على المستوى العلمي، واكيد بيفيد المرضى جدا وبيفهمهم يعني مين هو فعلا المتخصص في الاشعه التداخليه، لانه ما ينفعش بس الحاله المرضيه جايه لي هي دي ايه يا جماعه دوالي يلا نعملها. لا 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 ما ينفعش، القصه لازم نكون ملم بكل بالموضوع كبير وحذافيره بالظبط. لا ده بحذافيره، ده حذافيره حذافيره. المره اللي فاتت تعبتك جدا وخلينا نسجل الساعه 3 الفجر، ربنا يخليك. النهارده بنسجل 3 ونص الفجر، ربنا يخليك. أنا سعيد دكتور علي، نورتنا، ربنا يخليك. شكرا جدا. في اختلاف يعني، المره اللي فاتت 3 الفجر، النهارده 3 ونص الفجر. شاكرين جدا. ضيفي العزيز الخبرة العلميه الكبيره والرائد القدير لعالم الاشعه الداخليه الاستاذ الدكتور اسامه حته، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق في هذا الاسبوع، هو طبعا الرائد القدير لها الاستاذ الدكتور اسامه حته في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. الست عندها اعتقاد في مصر ان طريق القلب جوزك معدته. عمليه تكميم عمليه قايمه على فكره تصغير المعده، يعني تقليل كميه الاكل. احسن عمليه للمريض اللي عنده ارتجاع هي التحويل الكلاسيكي. دي اصلا عمليه حتى المرضى اللي عندهم ارتجاع هي بتشفي من الارتجاع. ربنا خلق الغشاء المبطن للمعده مؤهل انه يتحمل درجه حموضه شديده، انما الغشاء المبطن للمريء لا يتحمل هذه الدرجه من الحموضه. الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة بكلية الطب جامعة عين شمس، رئيس مجموعة جراحات السمنة بالقسم المصري لكلية الجراحين الأمريكية، سكرتير عام الجمعية المصرية لجراحات السمنة. أهلا بكم. في حاجات كثيرة جدا جدا بتزود الوزن يا جماعة، الشتاء بيزود الوزن، لانه هو المفروض علميا الشتاء يقلل الوزن، المفروض علميا الكتاب بيقول كده، الواحد وزنه بيزيد في الصيف وبيقل شويه في الشتاء، بس في مصر اقلب الكتاب يا باشا، الواقع لا غير كده، لانه القعده في الشتاء ناس تروح بدري، الاكل في الشتاء في حاجات كتيره بقى، فاريتيز، لمه العيله. من المؤكد طبعا انه الجواز بيزود الوزن على فكره، لو المفروض ان علميا لا، المفروض ان العلاقات السكشوال بتقلل الوزن، لكن
في مصر هنا بنقلب برضو الكتاب اركن يا باش الكتاب وحط لي انه فعلا بيزود الوزن. ليه؟ لانه الست عندها اعتقاد في مصر ان طريق القلب جوزك معدته، فعلى طول الهوم ديليفري طبعا من الحاجات الجباره جدا اللي بتزود الوزن بشكل كبير، لان الاكلات الفاست فود فيها نسبه ادمان، وجود السكريات بشكل معين، الدهون بشكل معين بتخلي الانسان في احتياج دايما ليه. يعني تلاقي نفسك تاني يوم بعد وجبه من فاست فود في نفس التوقيت جعت وعايز نفس الاكله دي تاني، ده ادمان، ده زي البودره بقى والحاجات اللي اعوذ بالله منها دي، ادمان، عايز تاني يوم نفس القصه. قله النوم على فكره بتزود الوزن، وطبعا ده بيحصل برضو من ناس كتير قوي شغلهم، عايز يجري بيروح الشغل بينام قليل وزن بيزيد. طبعا حاجات كتيره جدا بتزود الوزن، التوتر على فكره، لان الكورتيزون بيعلى مع التوتر فبيزود الوزن في منطقه الكرش، فتلاقي دايما كتير من الناس رجال اعمال اللي بيشتغلوا في بيزنس البورصه مش عارف ايه متوتر على طول، تلاقي وزنه كويس وعنده كرش، او وكرشه ابرز حاجه فيه لانه الكورتيزون هرمون بيجمع الدهون في منطقه الوزن. حاجات مش كتيره بس مشهوره. النهارده احنا هنتكلم بلسانكم، يعني دايما برضو هننوع، يعني في حلقات علميه قوي في حلقات علميه كل حاجه، بس واخده المنظور بتاعكم انتوا بتاع الناس، فهنتكلم من خلال الفيسبوك، من خلال الكلام اللي بيجي لنا على السوشيال ميديا بتاعتنا، على موقعنا، على صفحاتنا الموجوده قدامكم اكيد على الشاشه. ده مهم لانه اسئلتكم بتختلف عن اسئلتي، انا نفسي بقى افاجئ باسئله، انا لما قلبت اسئله بتاعت النهارده ضحكت، ليه؟ ما خطرش في بالي نسال الاسئله دي، لكن اكيد لازم نهتم بيها لان اسئلتكم في الاخر، وانتوا في الاخر بتستفيدوا من خدمه جراحات السمنه. ضيفي العزيز استاذ الدكتور احمد ابراهيم، منورنا يا فندم وشرف كبير لينا هذه الزياره. في حاجات غريبه بتزود الوزن مش الناس مش واخده بالها منها؟ بص، هو انت بالطريقه اللي قلتها كده تقريبا كل حاجه ممكن تزود الوزن. البرد طبعا بيزود الوزن، وان هو يعني علميا مفروض انك بتحرك العضلات اكتر عشان خاطر تطلع حراره اكتر. والله يا باشا كنت زمان بخس في الشتاء، السنه دي اول سنه احس ان انا ما بخسش، لان هي معادله ما بين كميه الاكل اللي داخل وكميه الطاقه اللي انت بتصرفها، فالمعادله دي دايما هيبقى فيها خلل لو كميه الاكل زادت قوي عن المعادله. انما تقريبا انت قلت معظم الحاجات اللي هي انا، بس في حاجات انت قلتها يعني كانت غريبه بالنسبه لي. كورتيزون الجواز مثلا. الايه؟ الجواز مثلا. الجواز الجواز هو فعلا بيتاخر. رغم مفيش رابط علمي، انما ده يعني خلينا نتكلم بالمنطق، في زياده كبيره في الوزن بتحصل بعد الزواج. لو حط عملنا احصائيه تعرفها من صور اصحابك على الفيسبوك. طبعا قبل الجواز وبعد الجواز. الجواز يعني بيبقوا مأساة يعني. في ناس ما بعرفهاش. هبدا بالسؤال الاول على الفيسبوك، ودايما اسئله الفيسبوك بيتكلموا ببارامترز. واحده بتقول ان هي 130، طولها 170 تقريبا، السن 53، بتقول انها عايزه تعرف الافضل لحياتها التكميم ولا تحويل المسار، وبتسال سؤال كلاسيكي جدا، تكلفه كل منهم. طيب نبدأ الأول بالتكميم ولا التحويل. طبقا للبارامتر أو الأرقام اللي هي مديها لنا، هما الاثنين يصلحوا. تمام، مش هو ده يعني مش الأرقام دي بس هي بنحدد عليها إذا كنا هنعمل تكميم أو تحويل. لا السن فاكتور مهم في هذا الموضوع، ولا الوزن، ولا معادلة كتلة الجسم باستثناء الأوزان الكبيرة أو اللي هي 180 أو 200 أو 240، الأرقام دي هي اللي يمكن هنجدنا اكثر ميالين ناحيه التحويل بصرف النظر عن بقيه الفاكتورز. لما كل الارقام اللي لقيتها تمشي مع التكميم والتحويل. امتى يعني ايه اللي هيخليها تختار التكميم؟ تختار التكميم لو عاداتها الغذائيه تتناسب مع عمليه التكميم. عمليه التكميم عمليه قايمه على فكره تصغير المعده، يعني تقليل كميه الاكل. طب ده لوحده كفايه؟ لا مش كفايه، لازم كمان تكون نوعيه الاكل تكون بشكل معتدل، مش هقول لك انها تكون دايت بس يكون بشكل معتدل. يعني المرضى اللي ما بيلهمش قوي في الحلويات، ما لهمش قوي في المعجنات، بيحبوا الاكل بقى، يحبوا الرز، يحبوا المحشي، يحبوا المكرونه، يحبوا الخضار، يحبوا اللحمه، يحبوا وجباتهم كبيره، حتى الفطار وجبه كبيره، الغداء وجبه كبيره، حتى السناكس اللي في نص اليوم بتبقى وجبات كبيره، وجبه بيجيب ساندوتش، يعني مش مجرد انه بياكل حاجه صغيره. هنا تتناسب مع التكميم،
وبالتالي التكميم ممكن تكون عمليه كويسه بالنسبه لها لو هي عادتها الغذائيه تتسق مع التكميم. طب لو هي لا، ما عادتها الغذائيه لا تتسق مع التكميم، هي بتميل قوي ناحيه الحلويات، الحلويات جزء اساسي في حياتها، الشوكولاته، العصائر فيها سكر، الحلويات الشرقيه، الحلويات الغربيه، الحاجات اللي عليها صوص كراميل وصوص شوكولاته، تمام، وخصوصا لو كانت في اطار يومي يبقى لازم تفكر مره واثنين وثلاثه قبل التكميم، لان ديفينتلي مش هتقدر تكمل بنفس الاعداد دي، والتكميم مش هيساعدها قوي في الكاتيجوري ده من الاكلات، لان الكاتيجوري ده بيتميز بان هو ما قل ودل، كميه اكل ما هياش كبيره فيها سعرات حراريه عاليه جدا. هنا لازم تفكر في حاجه تانية غير التكميم، تفكر في التحويل. بالنسبه للتكلفه، طبعا التحويل اغلى، يعني تكلفته اعلى من التكميم لسببين. اول حاجه ان احنا بنستخدم دباستين مش دباسه واحده، في دباسه للتحويله وفي دباسه للكريشن بتاعه الجيب. دباسه سعرها حوالي 16000 جنيه تقريبا، فيبقى في مبدئيا دباسه زياده في التكميم عن التحويل. تاني حاجه احنا بنستخدم دبابيس، يعني ريلودز بتحط في الدباسه. احنا في التكميم غالبا بنستخدم حوالي 6، في التحويل بنستخدم ما بين 7 واحيانا 8، فده الدبوس دلوقتي سعره 2500، فده بيخلي في فرق حوالي ده بيزيد الفرق برضه. الحاجات دي كلها ديسبوسبل، الدبابيس اساسا كده كده هي الدبابيس بطبيعتها في اي ظرف هي ديسبوسبل، انما يعني لا تستخدم غير مره واحده. انما الدباسه برضه المفروض انها ديسبوسبل، انما طبعا هل بيحصل انها يعني ان في بعض الناس من باب فكره تقليل التكلفه او كده تستخدم الدباسه اكتر من مره؟ احيانا عندي اعتراض شديد على هذا الموضوع، واعتقد الموضوع ده مش ما ينفعش يستمر اكتر من كده. المفروض يبقى فيه رقابه كمان، المفروض يبقى فيه رقابه، لان الحقيقه احنا فقط اللي بنعمله الدباسه الشركه اللي انتجتها هي انتجتها بشكل لا يسمح باعاده تعقيمها، لا يمكن اعاده تعقيم الدباسه. ولو دخلتها جهاز تعقيم هتبوظ، وبالتالي بيتم استخدامها في كذا مريض بدون اعاده تعقيم كويسه. معنى كده ان لو واحد في المجموعه دي عنده فيروس سي، المجموعه كلها فيروس، هيجي لها كلها فيروس سي. بس احب يعني انبه الناس بانه يعني المستلجات السنجل يوز ليها سعر، خلاص يعني الباكج بتاع التكميم بيتباع في الشركه ب 38 دلوقتي، الباكج بتاع التحويل بيخش في حوالي 50. معنى كده انه يعني ان يعني اي حد يعني هيبقى قريب من الرقم ده او حتى اعلى شويه منه او اقل شويه منه، يبقى لا يمكن يكون بيستخدم الات سنجل دوز، لان دي ما هيش دي مش الات سريه، وده مش شركه سريه، دي شركه جونسون، هي اكبر شركه في العالم انتاج الادوات الطبيه. اقتصاد شركه جونسون لوحده تقريبا يساوي اقتصاد فرنسا، دي يعني شركه ضخمه جدا. والاسعار دي معلنه في الشركه، دي مش اسعار سريه، واي حد يقدر يتصل بالشركه ويقدر يعرف الاسعار. فلو حد مثلا كاتب ان التكميم ب 28000 والات سنجل يوز مستخدمه، للاسف ده كلام غير صحيح، ولا يمكن يعني لا يمكن، لانه يعني ده غير المستشفى غير. فمبدئيا في فرق ما بين التكميم والتحويل في بعض المستهلكات، وده بيرفع الفرق تقريبا ما بينهم الى ارقام تختلف تقريبا حوالي يعني 20000 بالمعايير المصريه. السعر بقى بتاع التكميم والتحويل، احنا عندنا السعر ده بينقسم الى تكلفه المستشفى نفسها، ودي في المستشفيات الكويس يعني تبقى اراوند من 8 ل 10. التخدير حسب برضو طول التخدير وخبراته. الجراح والمساعدين دي قصه بحددها كل واحد بحسب يعني احنا في العرف بنقيم حسب الخبرات وحسب المهاره وحسب يعني في فاكتورز كثيره بتحط ده في الاعتبار. وبعدين عندنا البند الكبير المستهلكات. المستهلكات دي بتبدا من اول مثلا 22 الى 35 الى 50، ده بتكلم على التكميم حسب التطور. يعني الباكج القديمه كانت ب 22، الباكج الجديده ب 35 ل 38، الباكج الاحدث خالص ب 50. دي اسعار معلنه في الشركه، دي مش اسعار سريه ولا اي حاجه، دي اسعار موجوده في الشركه، ودي اسعار اللي المرضى بيروحوا يشتروا منها المستهلكات من الشركه. طيب هل في ادوات غير معتمده موجوده في السوق؟ غير معتمده كمان لم تخضع لرقابه الدوله، تمام؟ يعني اول حاجه الجهات اللي دخلت هذه المستهلكات ما كانش عليها رقابه،
احنا عندنا الضرايب على الادوات الطبيه حوالي 5% في مش رقم يمثل مشكله كبيره، انما على الاقل هو برضو ما دفعش عليها ضرايب، مفيش اي رقابه على الـ على الـ على الـ على الالات دي، والاغلبيه الساحقه منها الات مجهوله المصدر. يعني تلاقي مثلا بدل ما يكتب مثلا مثلا ايمن اي واي ام اي ان يكتبها اي واي ام اي ان خلاص، او اي ام او ان، الطريقه زي ما بيحصل في الماركات، حتى تلاقي في ماركات اللبس وماركات الشوز نفس الطريقه بتعملها، بس تلاقي مثلا كاتبين ماركه بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي بيكتب بيها. فدي كلها حاجات مجهوله المصدر، يعني لم تنتج في الشركه او تحت اشراف الشركه، منتجات في مصانع الله اعلم فين، بيقال انها يعني في جزء كبير من الانتاج بيطلع من الصين. طب احترامنا الكامل الصين، بس هم كمان في الصين عندهم ادوات معتمده وعندهم ادوات غير معتمده. ادوات المعتمده اللي عندهم هي الان لم تاخذ اي كريدت او يعني كريديبيليتي يعني من اي جهه معتمده. تمام، فده الفاكتور. اسوء حاجه يعني انا لو حضرتك خيرتني ما بين ان احنا مثلا نستخدم حتى ادويه سنجل يوز صينيه ولا نستخدم ادويه مستهلكات امريكيه مش سنجل يوز، انا طبعا للمصلحه العامه للعينين بتوعنا هختار حتى الادوات الصينيه بس تكون سنجل يوز، لانه هما الاثنين طبعا خيار سيء. تمام، انما اسوء حاجه تحصل هو انه يتم استخدام الادوات بدون تعقيم مناسب، لان احنا في حتى في ظل مبادره السيد الرئيس لفيروس سي، وفي ظل الهيصه اللي احنا شايفينها عشان فيروس سي، احنا لا يمكن اطلاقا ان احنا كمان الدكاتره المجتمع الطبي نكون دور في زياده نسبه الاصابه بفيروس سي او فيروسات اخرى ما زالت حتى ما قلت الموجود. في باب خلفي للاصابه بفيروس سي او بمعنى صح في ليكج بقى في تتريب، وهذا المعايير بتاعه التعقيم يجب انها تكون مترسخه بقوانين تحميها. ما لا يمكن اطلاقا يترك الموضوع ل يعني مجرد ضمائر الناس، لان في جزء كبير حقيقه من الزملاء اللي بيعملوا كده بيعتقدوا ان هم بيعملوا كده خدمه للمرضى، يقول لك انا لو هو مثلا بالشكل ده كده عمليه تكلف لها 60,000 ولا 65,000، طب ما هم مش هيقدروا على التكاليف دي، طب احنا لو استخدمنا الالات في كذا مريض كان نقدر ننزل التكاليف ل 28 و30 و31. انا رايي ده غلط. تمام، التكلفه دي قصه مختلفه. التكلفه بتاعت العمليه بتاعتنا عاليه طبعا لانه المستهلكات بتاعتنا غاليه خلاص، انما مش الحل ابدا ان كل واحد يجتهد لايجاد حل على حساب المرضى. المطلب الاساسي اللي احنا بنطالب بيه عشان نحل الازمه دي كلها هو ان تبقى فيه تامين صحي بيسمح بيه هذا الموضوع، بموضوع منظم بحيث يبقى فيه شركات تامين صحي او حتى تامين تبع الدوله، بحيث يبقى فيه اجهزه رقابيه على هذا الموضوع. فده بالنسبه لي البند بتاع التكلفه. بالنسبه للسؤال بتاع السؤال الثاني، احنا كل ده في سؤال واحد على فكره. طيب ماشي، اسئله مهمه الحقيقه. السؤال الثاني برضه مهم قوي، بسؤال واحده بيقول انها عندها ارتجاع في المريء وبتسال هل هينفع تعمل عمليه ولا لا، لانها عندها اعتقاد او قيل لها ان طالما في ارتجاع في المريء من صحبتها يبقى مش ينفع. يعني مبدئيا احنا عندنا زي ما قلت عمليتين، التكميم والتحويل، الكلام ده كله بيمشي على التكميم خلاص الى في حدود. ارتجاع يعني ان في ضعف في العضله القبضه اللي ما بين المريء والمعده. وده ايه المشاكل بتاعه الارتجاع؟ ان الحامض اللي في المعده، المعده الجدار بتاعها بيفرز حامض، الحامض ده بينزل درجه الحموضه في المعده الى 4 بالمقاييس بتاعتها، يعني درجه حموره شديده. وبالتالي ربنا خلق الغشاء المبطن للمعدة مؤهل انه يتحمل درجة حموضة شديدة. انما الغشاء المبطن للمريء لا يتحمل هذه الدرجة من الحموضة. وبالتالي المشاكل اللي في الارتجاع بتحصل من ان الحامض اللي في المعدة يرجع تاني الى المريء، وساعتها هيعمل التهابات في المريء مع فترة زمنية طويلة، ده ممكن يدخلنا في مشاكل تتعلق بتحولات في نوع الخلايا نفسها، وده ممكن يعمل بعض انواع الاورام. فالتكميم عملية بترفع الضغط داخل المعدة، وبالتالي المريض اللي عنده ارتجاع قبل العملية أكيد هيزيد بشكل واضح بعد العملية. لأنه التكميم بيرفع ضغط المعدة. التكميم عملية عالية الضغط، الضغط جوه المعدة بيبقى أعلى من الضغط في المريء، وبالتالي في سهولة شديدة إن يحصل ارتجاع.
مع الـ الـ مع التكميم. لفترة طويلة احنا كنا بنقول ان المريض اللي عنده ارتجاع يفضل ان هو يعمل تحويل، بس هو صمم على التكميم بنعمل له حاجتين، بنعمل اصلاح للفتق في الحجاب الحاجز، وكمان بندي ادوية مضادة للارتجاع لفترة طويلة. وكنا يعني ما زلنا بنعتقد بانه الضغط داخل المعدة بيرجع تاني الى مستوى ما قبل العملية بعد سنة، وبالتالي امكانيات دوس الارتجاع هتقل. انما الحقيقة يعني التوصيات اللي جايه من الجمعيه الامريكيه في هذا الاطار بان المريض اللي عنده ارتجاع كلينيكي، يعني ارتجاع واضح بيتكرر مثلا على الاقل من مره لمرتين اسبوعيا وبياخد علاج للارتجاع، لا ينصح له باجراء عمليه التكميم لانها ممكن ارتجاع يبقى يخرج عن السيطره. لو ارتجاع خرج عن السيطره يعني بقى ارتجاع شديد وفي طول الوقت حموضه وحرقان وترجيع، ده ممكن يدخل المريض في بعض المشاكل. ساعتها قد يكون الحل هو اجراء تدخل جراحي اخر من اجل نقلها من تكميم الى تحويل. يبقى الارتجاع بالنسبه للتكميم ده لو ارتجاع بسيط او ارتجاع بيتم السيطره عليه بسهوله او ارتجاع كمان علاقه بالاكل، ان احنا احد الحاجات اللي بتضعف العضله القبضه هي الدهون اللي في الاكل، وبالتالي كل من الاكل يبقى دسم تلاقي المريض يجي له ارتجاع في رمضان بالذات بعد اكلات دسمه بتاعه رمضان، تلاقي معظم المرضى عندهم او معظم الناس في رمضان عندها نوع انواع الارتجاع. فده مش ده الارتجاع اللي احنا خايفين منه، احنا بنتكلم على ارتجاع بشره يعني له علاقه مش بنوعيه الاكل انما له علاقه بالوضع بتاع المريض. لو اول ما ينام على ظهره يبقى تلاقي فيه ميه بترجع في زوره وفي حرقان شديد، ده هذا النوع من الارتجاع اولا بيخدي منظار قبل العمليه. تاني حاجه لو ارتجاع ضخم وفي تغيرات في الخلايا يبقى دي عمليه تكميم اكيد ما هياش عمليه مناسبه، بالعكس ممكن تخلي الامور صعبه جدا بعد العمليه. بالنسبه للتحويل لا، هو التحويل عمليه منخفضه للضغط وبالتالي فرص حدوث الارتجاع بعد العمليه بتبقى اضعف بكتير. وهنا هنفرق ما بين التحويل الكلاسيكي اللي هو تحويلتين والتحويل المصغر. احسن عمليه للمريض اللي عنده ارتجاع هي التحويل الكلاسيكي، دي اصلا عمليه حتى المرضى اللي عندهم ارتجاع هي بتشفي من الارتجاع. تمام. التحويل المصغر في مشكله واحده بس، ان احنا هي تحويله واحده، وبالتالي لو حصل ارتجاع بعد يعني حصل ارتجاع شديد بعد العمليه وجود السائل المراري في المريء برضو بنفس المشاكل ويمكن اكتر شويه كمان من الحامض المعدي، وبالتالي لا ينصح بعمليه التحويل المصغر للمرضى اللي عنده ارتجاع شديد. استاذ الدكتور احمد ابراهيم، يعني واحد من الذين بنوا جراحات السمنه في مصر والوطن العربي، كان طيب في الناس الحلوه، خليكم معنا. الثقه في النفس ده شيء مهم جدا جدا، وعدم الثقه او فقد الثقه في النفس ده يودي الست او الراجل في 60 داهيه. بسال نفسي سؤال، الثقة بالنفس دي من المشكلة اللي عنده ولا هو عنده مشكلة نفسية؟ لأن لو عنده مشكلة نفسية يبقى أنا محتاجة مساعدة مع دكتور نفساني، ودي 50% من الحالات اللي بتقابلنا يوميا. كيس اللي تحت العين وعامل لي هالات، كان زمان الموضوع ده بنحله بالعمليات الجراحية، دلوقتي في تكنيك للحقن جديد بيشيل الموضوع ده، أو بالظبط إن أنا بسند العين بالفيلر فتحل مشكلة الهالات. الدكتورة منى سبع، استشاري الجلدية والتجميل والليزر، عضو الجمعية الأمريكية للجلدية والتجميل.
اهلا بيكم. الثقه في النفس ده شيء مهم جدا جدا، وعدم الثقه او فقد الثقه في النفس ده يودي الست او الراجل في 60 داهيه. اخطر امراض العصر النفسيه بتنبع من منطقه عدم الثقه بالنفس، ان انا مش واثق في نفسي. تلاقي بدا ايه، الحاسد ما عندوش ثقه في نفسه، الحاقد ما عندوش ثقه في نفسه، الغبي ما عندوش ثقه في نفسه. يعني عدم الثقه في النفس ده غباء، غباء شديد جدا. فعدم الثقه في النفس طبعا في عالم التجميل ده مخيف، لان الدكتور لما بيجي له مريض ما عندوش ثقه في نفسه في حاجات كتيره، بيبقى برضو المساله ملخبطه، هل هي عدم الثقه بس ولا فعلا في مشكله حقيقيه؟ ما يعني ولا المشكلة الحقيقية الموجودة عدم عملت عدم ثقة، فعدم الثقة أثر في حاجات طبيعية موجودة. يعني مثلا بنت عندها بشرتها فيها حب الشباب فبتضايقة جدا من شكل البشرة، فبدأ ما عندهاش ثقة في نفسها، فلما بقاش عندها ثقة في نفسها بدأت تشتكي من حد تانية، تقول لا تيجي تقول أنا وشي فيه حاجات محتاجة فيلر، فيه انخسافات، أنا تجاعيد وشي زايدة عن اللزوم. لا يا بنتي مثلا مش كده القصة، ان انت عندك حب شباب هي دي مشكلتك الرئيسية، مش محتاجة فيلر دلوقتي. فكله بينفذ على بعضه، والعنوان هو عدم الثقة، فدي مهمة جدا. النهاردة هنتجول في هذه المنطقة في الجلدية عشان نفهم ازاي في البنت في الاخر لازم يتقال لها لا، you are beautiful، انت جميلة، انت مش عندك مشاكل، بس ده لازم يتبني على علم، واللي محتاج يتصلح المشاكل تصلح بدون أن نمس هذه المنطقة الحساسة في عقل الرجل والمرأة وهي الثقة. ضيفتي العزيزة اللي بتسعدني جدا بوجودها معايا، وأكيد أنا استمتع بحوار إكسترا أوردينري في عالم الجلدية، دكتورة منى السبع، أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا دكتورة. الحقيقة أنا عايز أبدأ بالمعنى ده الأول، وتحكي لي عن الثقة بالنفس في عالم الجلدية تعني لك إيه؟ انا اللحظه وانت بتتكلم حسيت ان انت فيلسوف الطب. الله يخليك بجد والله، والله العظيم حسيت ان لازم اقول لك كده يعني بجد فعلا. يعني كلام جميل جدا، وحطيت ايدك على منطقه صعبه جدا في حياه دكتور التجميل والجلد. طبعا الثقه بالنفس، ودي بتبان مع اول زياره للعيان. بسال نفسي سؤال، الثقه بالنفس دي من المشكله اللي عنده ولا هو عنده مشكله نفسيه؟ لان لو عنده مشكله نفسيه يبقى انا محتاجه مساعده مع دكتور نفساني، ودي 50% من الحالات اللي بتقابلنا يوميا. لان انا حتى لو في الناس اللي عندها مشكله نفسيه حتى لو حلت لها المشكله العضويه هيبقى شايف المشكله دي. لدرجه ناس انا شفتها مثلا محروقه حرق من فتره طويله في وشهم، وتصلح الحرق ده جدا واختفى من الليزر، بس فضل جواهم بيبقوا شايفين خيال الحرق. لا انا شايف خيال وهو مفيش. فانت بتحتاج مساعده فعلا معناه. وبرانش السايكاتري ده عندنا حاجه مهمه جدا احنا بندرسها كمان، وبحتاج الدكتور نفساني معايا في حاجات كتير. لكن ساعات بتبقى الثقه بالنفس زي ما انت بتقول كده نتيجه فعلا لخلل انت شايفه. عشان كده اول ما بقعد مع العيانه انا بسمعها كويس قوي، اقول لها انت شايفه ايه، تشتكي من ايه، انا ببقى شايف حاجات كتير. اول شكوى لو هي بتواكب نفس الشكوى اللي انا شايفاه يبقى العينه دي سليمه نفسيا. فلما بسالها اول سؤال بتشتكي من ايه واشوف اول شكوى. لكن ساعات مثلا الاقي عندها باجز اكياس تحت العين وتقول لي ده انا محتاجه مثلا اعمل فيلر هنا. على فكره انت مش كده، انت شايفه ان في مشكله تانية، ده هي دي يعني ببقى عايزه اصلحها واديها ثقه بنفسها. 90% من علاجات التجميل بان انا اديها ثقه في نفسها بالعلاج وبالكلام وسيشن نفسية بقعد معاها واتكلم معاها. في حاجات تانية كمان أمراض نفسية بتأثر لنا في الجلد زي اللي بيشد شعره. في ناس كتير بتشد شعرها أيام الامتحانات أو لما بتفكر، وتبتدي تجيلي من غير شعر ولاد أو بنات. الترايكوتيلومانيا ده مرض فقدان الثقة بالنفس برضو. الناس اللي بتاكل ضوافرها ويبتدي يحصل لها مشاكل والتهابات وتقرحات حوالين الضوافر والكلام ده. الناس اللي بتقرص جلدها وتعمل جروح حتى مكان الحبوب يعني ده الترايكوتيلومانيا، وبنشوف المنظر ده كتير دلوقتي في عياداتنا. وانا لسه سامعه شكوى من ناس كتير حواليا بيقولوا لي الموضوع ده انتشر جدا مع مشاكل الولاده. دي ترايكوتيلومانيا؟ اه دي ترايكوتيلومانيا. يعني دي حاله ريكوردد بانها كده يعني مش اندروجينيك الوبيشن. مش اندروجينيك الوبيشن، هي بتشد شعرها من كتر التوتر العصبي. مامتها بتقول بتقعد كتير لوحدها دايما قافله عليها اوضتها
بيبقى في اكتئاب زي ما احنا شايفين. فلازم بتاخد دلوقتي في علاجات كويسه قوي، مش نفسيه كمان، علاجات اكتشفوا من يعني في الانديكيشن بتاعتها هي علاجات للبلغم والكلام ده كله، ان هي بتحسن قصه المانيا كلها منها التريكوتيلمانيا. دي صور عالميه مش كده؟ دي صور عالميه مش صور ريكورد، مش صور يعني ايه؟ الصور موجوده على المواقع العالميه المعترف بيها لحالات ريكورد مش حالات عندك. فدي حاجه عالميه موجوده، احنا بنوامي شكل توضيحي بس عشان نشوف ان توصل لدرجه ايه، لان احنا نسمع عنها واحده كانت بتسمع عنها في الامتحانات، تيجي في الامتحانات الثانويه العامه، امتحانات كليه الطب، كلهم بيشدوا شعرهم. بيشدوا شعرهم كلنا يعني الرجاله ما بتشدش شعرها، الرجاله حتى مش بيشدوا، ممكن تلاقيه بيعمل كده. يقعد الرجاله بيجي لها بيشكل البطنه مثلا. اكيد يعني انا شفت ناس جالها الوبيشيا رياتس علامه، شعرها وقع في حته كده. بس ده هو مش بيشده، هو من الحاله النفسيه، من التوتر العصبي. من التوتر العصبي. هبدا معاكي بالهالات السوداء الاول. هالات السوداء حاجه من الحاجات اللي بتخلي الانسان يفقد في نفسه طبعا. لان في بيسمع تعليقات من ناس كتير، وانت بتشرب ايه؟ بتشرب مخدرات؟ انت ما بتنامش؟ انت يعني كتير جدا اللي بيجوا يتعالجوا يقول لك، الناس بتقول لي ايه السجاير دي كلها؟ انت بتشرب مخدرات؟ احنا عندنا انواع من الهالات السوداء وراثيه، بتلاقي البنت والابن ابوه او امه عندهم. زي مثلا النوع اللي فيه كمان اي باجز، الكيس اللي تحت العين وعامل لي هالات. كان زمان الموضوع ده بنحله بالعمليات الجراحيه، دلوقتي في تكنيك للحقن جديد بيشيل الموضوع ده، او بالظبط ان انا بسند العين بالفيلر فتحل مشكله الهالات. فدي حاجه كويسه قوي، وجلسه بتقعد 15 دقائق والنتيجه هايله طبعا جدا زي ما احنا شايفين، بتشد لي المنطقه دي. طب انا عايزه ابص للصوره اللي افتر تحت. لما احنا مثلا صلحنا الاي باكس، تيجي نفس العينه تقول ايه؟ طب بس لسه في خط هنا. الخط ده الطبيعي يا جماعه، لازم نفضل طبيعيين. الخط الصغير ده تجعيده رفيعه ربنا خلقها عندنا، دي تبين انك طبيعي، دي لو شلناها العين هتنتفخ. فالحاجات دي بتبقى مهمة قوي ان احنا نقعد مع العيان ونفهمه. الحاجات دي بتبقى مؤقتة، اي حاجة مؤقتة، دي برضو الحالة دي كانت نتيجتها هايلة. اي حالة اي حاجة عملها تبقى مؤقتة، تعرف ان هي الجسم بيمتصها فهي ما بتعملش مشاكل بعد كده. اي حاجة دايمة هتبقى عبارة عن مواد غير طبيعية ممكن تعمل مشاكل للجسم. العلاج هيبقى ايه؟ في الحالات الاي باكس دي بيتحقن انواع معينه من الفيلم، جلسه واحده بس بتدينا نتيجه في خلال شهر كامل، بتقعد في الجسم سنه. بعد السنه لما بنحقنها بتفضل فعلا لفترات طويله، يعني احنا ريكوردد في العيادات بتاعتنا الحالات 5 و6 سنين مش محتاجين حاجه تحت عينيهم. في دلوقتي تجاعيد بتظهر في بنات صغيره، تلاقيها عندها 28 29 30 22 سنة. و22 يعني تبقى نصيبه سودة 22 سنه وفي تجاعيد، دي حاجه مزعجه قوي. طبعا اول حاجه والمشهوره جدا جدا عمليات التخسيس والسليف والباي باس والكلام ده، الناس اللي بتنزل في اوزان ارقام كبيره جدا في فتره قليله. دي بيبتدي يحصل لها تجاعيد، لان في دهون كويسه قوي للمنطقه اللي تحت العين، فهي بتنزل مع الجسم. ثانيا الاستخدامات الخاطئه للميك اب، طبعا دي بنت برضو، دي حالات عالمية برضو، كان عندها منطقة التجاعيد في القورة قوية جدا والعضلة قوية جدا، اتعمل لها بوتوكس ادت شكل كويس وطبيعي جدا جدا جدا. فاحنا دلوقتي دي برضو اتعمل لها فيلر وكونتور، صلحت الوش كله تحت العين وجناب الوش، فادى نتيجة كويسة قوي من غير اي عمليات شد وش. في العالم كله ابتدوا يقللوا الجراحات جدا. لا وهو بيدي انطباع هنا في الصوره التوضيحيه ديت انه كميه قليله اللي اتحقن، مش كميه كبيره. احنا ما تغيرش شكل الست. ايوه، عشان من المفاهيم الخاطئه ان الناس كانت بتقول الفيلر ده بينفخ. ولا كل الناس او المشاهير المنفخين على فكره مش عاملين فيلر، عاملين فات او دهون. حقن دهون. حقن دهون هو اللي بينفخ، لان بدي كميه محترمه. تفاعل الجسم مع الدهون غير تفاعله مع الفيلر، فيبتدي يدي قديمه شويه. الدهون والفيلر ما بيقعدوش سنه اقصى حاجه، الاثنين زي بعض، فمفيش حاجه دايمه. لكن الفيلر لما بينزل بينزل لجوه، انما الدهون بتنزل مع الجرافيتي، فبتلاقي المناطق دي بقى وشهم نزل من هنا. فالفيلر طبعا من احسن الحاجات اللي ممكن تدينا نتائج للوش.
وانا داخل اشتري منتجات كتير بلاحظ ان الناس اللي حواليا مش فاهمه الفرق بين السيرم والكريم والغسول وكريم العين، مش فاهمين الفرق بين الحاجات دي. فعايز السيرم ده بيبقى زي الجل رابيدلي ابزوربد، يعني بيمتص بسرعه جدا. دايما اديه للبشره الجافه، للبشره الدهنيه او للبشره المختلطه. الكريم للبشره الجافه لانه بيحتاج تغذيه. وفي المرهم في العلاجات بيبقى للحالات القويه زي اللي فيها مثلا صدفيه والكلام ده، بتبقى محتاجه مراهم، حاجه سك وتقيله. فالحاجات دي مهمه قوي. كريمات العين، في كريمات عين لليل وفي كريمات عين للنهار. في من الكريمات ضد التجاعيد زي الايدج بروتكت اللي بتحافظ من تقدم السن للعين. في حاجات للعين تانية والوجه كله زي الديتوكس، بتعمل ديتوكسيكيشن من البلو لايت اللي بيطلع من الموبايل والكمبيوتر، ودي الحاجات دي بقت موجودة في مصر. احنا نلاحظ في السنين الأخيرة التجاعيد زادت من القعدة على الكمبيوتر، قعدة على الموبايل، الهالات السوداء، حتى اختلاف نظرنا اختلف. كلنا بدأ نظرنا يضعف جدا بشكل رهيب، حتى الشباب الصغير ابتدينا عمليات الليزك بقوه، كل ده من شاشات الكمبيوتر. ففي حاجه اسمها بلو لايت بيطلع من شاشات الكمبيوتر وشاشات الموبايل اللي احنا قاعدين عليها 24 ساعه، فدي بتعمل لنا مشاكل في الجلد والبشره والعين. بقى في كريمات بتحمي من ده زي اللي بتحمي من الشمس. ضيفتي العزيزه جدا دكتوره منى السبع المبدعه، في حوارها دائما كانت في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. الشبكيه يا جماعه من اخطر واكثر الاماكن حساسيه في العين. الشبكيه الحقيقه هي تقريبا اهم جزء وهو اكثر اجزاء العين حساسيه، لانها الجزء العصبي في تكوين العين. يمكن الفيديو اللي بيتعرض ده الموضوع تاني من الشبكيه، بس احنا برضه حابين نشير ليه، اللي هو علاج القطوع اللي بتحصل في الشبكيه دي بتؤدي لمرض هنتكلم عنه دلوقتي اسمه الانفصال الشبكي. ما زلنا برضه بنقول ان الشبكيه تخصص دقيق من تخصصات العيون، طبعا ليها قطاع من الدكاتره بتوعها هم اللي يقدروا يقدموا الخدمه فيها بشكل مميز. الأستاذ الدكتور محمد حامد، أستاذ جراحات العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية إنجلترا. مراكز الدكتور محمد حامد للعيون. أهلا بكم، هذا حوار من طراز رفيع المستوى نظرا لقيمة الموضوع وطبعا قيمة الضيف. الشبكية يا جماعة من أخطر وأكثر الأماكن حساسية في العين. يكفي أن أنا أقول لكم أنه يعني الشبكية لا تسامح، الشبكية لا تغفر، الشبكية يعني تخصص خطير جدا جدا، ويعني زي ما بيقولوا عدد المتخصصين فيها في مصر مش كبير، ولذلك مهم جدا نفهم قيمة هذا التخصص. الشبكية تتأثر بمرض السكر طبعا، وده علاقة وثيقة بيننا وبين يعني أمراض العيون، السكر والشبكية. تتأثر أيضا بارتفاع ضغط الدم على فكرة، يعني في الستيج بتاع ضغط الدم نقدر نشوف الشبكية فيها متغيرات كتيرة بسبب ضغط الدم. أيضا في التهابات الكلى، التسمم أيضا خلال الحمل، ده من الحاجات المهمة اللي هي ضغط الدم اللي بيعلى، وحاجات تانية كتير جدا ممكن تؤثر على الشبكية. فالنهاردة لازم نفهم الشبكية بالتفصيل، وعلى فكرة واحد من الموضوعات المهمة والحلقات المهمة جدا اللي ما بتتكررش كتير أو ما بتتكررش يعني في عالم الإعلام كثيرا رغم أهميتها الكبرى. ضيف اليوم هو الأستاذ الدكتور محمد حامد. أهلا بك دكتور محمد، منورنا في الناس الحلوة. الحياة الشبكية يعني عايز أقرب منها، أشرحها للناس، الأمراض اللي بتأثر فيها برضو شيء مخيف. هي انت قلت نقطه مهمه جدا، الشبكيه الحقيقه هي تقريبا اهم جزء وهو اكتر اجزاء العين حساسيه، لانها الجزء العصبي في تكوين العين. هي الجزء اللي الصوره بتتكون فيه على الشبكيه، تتحول لاشارات تتنقل عن طريق العصب البصري الى المخ ويبتدي تكوين الصوره في المخ.
فالنسيج الشبكيه نسيج عصبي، وبالتالي هو نسيج حساس جدا وتركيبه في غايه الدقه، والاصابات اللي بتيجي فيه الحقيقه مش سهله، وعلاجها لازم يكون مبكر ودقيق وحاسم علشان الامور ما تتطورش، لان لما بتتطور وتوصل لمراحل متقدمه مهما كانت طرق العلاج ومهما كانت طرق العلاج حديثه وفعاله، بس ما بتحققش النتائج اللي الشخص يقول ان انا رجعت لوضعي الطبيعي. فمهم قوي ان احنا نعرف ايه هي الامراض المنتشره اللي بتصيب الشبكيه وازاي نلحقها بدري، لان كل ما يكون العلاج بدري زي ما قلنا كل ما تكون النتيجه افضل بكتير. انت اشرت لحاجه مهمه جدا اللي هي تاثير مرض السكر على الشبكيه او مضاعفات السكر على الشبكيه، وده يمكن من اكتر الحاجات اللي بتاثر على الشبكيه من ناحيه الانتشار. يعني احنا عارفين ان مرض السكر بيصيب، يمكن ما فيش احصاءات دقيقه قوي في الميدل ايست، لكن احنا بنتكلم على من 5-10% تقريبا من البالغين عندهم نوع من انواع السكر، اذا كان النوع الاولاني او النوع الثاني، وبالتالي جزء منهم معرض للاصابه بمضاعفات او تاثير مرض السكر على الشبكيه. مرض السكر الحقيقه احنا بنوصفه ان هو، ويمكن انت اقدر واحد يمكن على وصفه، بس انا هساعد بجزء بسيط في توضيحه، ان هو في جزء منه اللي هو ان السكر بينخفض في الدم او بيعلى في الدم نتيجه الانسولين قليل شويه، وده شق بنسميه او انا بسميه الكيميكال او الجزء الكيميائي في الموضوع. الشق الاساسي بقى الحقيقه في السكر اللي هو مضاعفاته على المدى الطويل، اللي هو تاثيره على الاوعيه الدمويه، وهو ده اللي بيأثر على الشبكية، ده الجزء اللي يهمنا في الموضوع، وبيأثر على أجزاء تانية طبعا في الجسم زي الكلى وزي الأعصاب الطرفية. اللي يهمنا احنا في الموضوع اللي هناخده اللي هو تأثير السكر على الأوعية الدموية في الشبكية، وده بيعمل حاجتين. أولا فيما يخص مركز الإبصار، لأن مركز الإبصار الحقيقة يتميز إن هو فيه شبكة من الأوعية الدموية الدقيقة ومكثفة في مركز الإبصار، وبالتالي مركز الإبصار معرض لمضاعفات سكر على الشبكية بشكل مميز. يعني ده لوحده كده انتيتي أو جزء لوحده من المشكلة اللي هو احنا بنسميه ارتشاح مركز الإبصار، وده بيجي نتيجة ضعف في الأوعية الدموية، وإن يبتدي السائل اللي جوه العروق اللي هو جوه الأوعية الدموية ينتشر خارج الوعاء الدموي، خارج الشعرات الدموية، ويعمل ارتشاح في مركز الشبكية. يبتدي المريض يشتكي من طبعا عدم وضوح الرؤية، الصورة ابتدت تشبر، مش قادر يدرك التفاصيل كويس، الألوان تبتدي تبقى بهتانة، صعوبة شديدة جدا في القراءة طبعا، ده اللي بنسميه ارتشاح مركز الشبكية. وده له خط علاج احنا بس بنحب نوجزه أو نقوله باختصار عشان الناس تبقى مدركة هي خطوط العلاج. يعني العلاج الأساسي بتاع الموضوع هو الليزر. الليزر هو العلاج الأساسي لارتشاح مركز الشبكية. في خط جديد دلوقتي ابتدى يتطور اللي هو الحقن. الحقن ده عبارة عن مواد مخصوصة بتجفف الرشح اللي في مركز الشبكية بسرعة أكبر، وبالتالي المريض يحس بتحسن أسرع، لكن ما زلت بقول إن الليزر هو العلاج الأساسي والحقن ده علاج مكمل. المرحلة الثانية من المضاعفات بتاعة السكر على الشبكية مرحلة أكبر شوية بقى، لما بيحصل قصور شديد في الدورة الدموية في أطراف الشبكية، وتبتدي تتكون عروق جديدة في محاولة لتعويض العروق اللي جزء منها قفل أو حصل فيه القصور، وده بينشأ عنه أوعية دموية تكوينها مش طبيعي، ممكن في وقت من الأوقات الجدار بتاعها ينفجر بسهولة، لأنه بيبقى جدار تكوينه مش طبيعي زي الأوعية الدموية الطبيعية، ويعمل فجأة النزيف اللي الشخص بيشتكي منه. ودي حاجة مهمة جدا احنا بنقول عليها، ان الشخص بتاع مريض السكر اللي بيبتدي عنده مضاعفات شبكية ممكن يفاجأ ان هو مرة واحدة حصل نزيف في قاع العين وفقد الرؤية تقريبا بشكل مفاجئ، وكان قبل كده بيشوف كويس جدا. يعني اقصد اقول ان مريض السكر ما يتخدعش ان هو شايف كويس، لازم يعمل متابعة، لأن المضاعفات ممكن تيجي مرة واحدة وممكن النزيف يفاجئه مرة واحدة. بيخش بعد كده بقى في مراحل تانية، اللي النزيف اللي بيحصل دوت بيعمل شوية تليفات على سطح الشبكية، يخش فيه انفصال شبكي بنسميه بسبب الشد اللي على التليفات، وده يستلزم عملية. يمكن احنا هنعرض العملية الحديثة اللي حصل فيها برضو تطورات كبيرة جدا
في علاج المضاعفات الدرجات المتقدمه ده. حضرتك اشرت لحته مهمه جدا ان المريض قد يفاجئ بالمضاعفات، واحنا ياما شفنا من خلال متابعاتنا الطبيه مريض بيحكي يقول لك انا ما بين الاوضه والحمام او ما بين الاوضه والمطبخ فجاه النور خلاص النور اتطفى. بالظبط. ازاي نشخص المضاعفات ونتوقعها؟ الجزء الاساسي في الموضوع ان مريض السكر، وده يمكن بالتعاون مع الدكتور البطنه اللي بيعالجه، لازم ينبهه ان هو يعمل كشف دوري على قاع العين بشكل روتيني، حتى لو هو كويس وما بيعانيش من اي مشكله في النظر ونظره كويس لازم يعمل متابعه. ومن ضمن المتابعه انه بيقول لدكتور العيون بتاعه انا عندي سكر، هو الدكتور عارف هيعمل ايه، لازم هيفحص قاع العين بدقه. لو الدكتور بتاع العيون مش متخصص في الشبكيه هيبعته لحد متخصص في الشبكيه، زي ما حضرتك اشرت يمكن تخصص الشبكيه مش من التخصصات المنتشره قوي في طب العيون، له دكاتره متخصصين عندهم خبره في التشخيص وخبره في العلاج، ممكن يبقى دكتور عيون كويس جدا وشاطر جدا في تخصصات تانية، بس لما تيجي عند النقطه بتاعت الشبكيه وتاثير السكر على الشبكيه له طرق معينه في التشخيص ومراحل معينه، هيبعت المريض لحد بتاع الشبكيه هيبص له على قاع العين. بنقدر نكتشف مراحل مبكره من الموضوع قبل ما توصل لمرحله المضاعفات اللي هي بتخش بقى زي ما بنقول كده محتاجين ليزر، محتاجين حقن، دلوقتي بقينا محتاجين عمليه الى اخره. لما بنلحق الموضوع مبكرا اذا كان بالليزر اذا كان بالحقن قبل ما نوصل لمرحله يحصل نزيف مفاجئ ويستلزم عمليات الى اخره، هنشرح هذا الكلام ده بالتفصيل، يعني التدخل الجراحي بقى في الحالات دي اكيد النتائج بتكون احسن ويفضل المريض محافظ على مستوى نظر كويس طول الوقت. هدخل على طرق العلاج بقى، الفهرس المنيو بتاع العلاج ايه؟ احنا زي ما قلنا كده اهم حاجه هو المرحله ايه. اذا مركز الشبكيه هو اللي فيه المشكله الرشح دوت، العلاج زي ما قلنا ما بين الليزر والحقن. الليزر هو العلاج الاساسي للموضوع، قد نستعين بالحقن لو الرشح كميته كبيره لتجفيف الرشح اللي في الشبكيه بسرعه اكبر عشان المريض يحس بنتيجه افضل بشكل سريع ويقدر يمارس نشاطه اكتر بشكل سريع. المرحله الثانيه بقى اللي هي مرحله المضاعفات على اطراف الشبكيه اللي احنا قلنا من ضمنها اللي بيحصل نزيف، بنقدر نكتشفها قبل ما يحصل النزيف عن طريق ان احنا طبعا بنشوف الاوعيه الدمويه الدقيقه اللي تكوينها مش طبيعي ده، هي في مرحله مبكره ونقدر نعالجها بالليزر الشبكي. يمكن الفيديو اللي بيتعرض ده الموضوع تاني من الشبكيه، بس احنا برضه حابين نشير ليه اللي هو علاج القطوع اللي بتحصل في الشبكيه دي بتؤدي لمرض هنتكلم عنه دلوقتي اسمه الانفصال الشبكي. بدايه هي بتتلحم بالليزر، ودي فكره الليزر. الليزر ده بنعمله في اطراف الشبكيه قبل ما يحصل نزيف في قاع العين. لو حصل النزيف فعلا دخلنا في المرحله الجراحيه اللي هي اللي بنسميها عمليه الشبكيه او عمليه الجسم الزجاجي، يمكن هنعرض ليها، اتمنى ان الفيديو يكون حاضر نوريه. حصل فيها طبعا تطورات كبيره جدا، لا شك انها العمليه مرت بمراحل، هي دي العمليه يمكن احنا بنوريها وبنوري ان احنا بنعملها دلوقتي بدون فتحات جراحيه. يعني شفنا احنا النقط الاورنج دهيت دي الاماكن اللي احنا بندخل منها العين من خلال فتحات دقيقه جدا مايكروسكوبيه ما بتتشافش بعين المجرده، يمكن احنا عشان كده بنعلمها بالالوان. وبنخش دلوقتي بنشيل الجسم الزجاجي وهنشيل التليفات اللي على مركز الشبكية، هي دي اللي مسببة ضعف النظر، وهي دي التليفات اللي احنا بنقول بيبقى سببها حدوث النزيف في مرحلة مبكرة. بنشيل التليفات وبنعمل ليزر للشبكية، هو ده التليف اللي احنا بنتكلم عليه على سطح الشبكية. طبعا العملية في غاية الدقة بتحتاج إمكانيات عالية جدا، إمكانيات جراحية وإمكانيات في الأدوات وميكروسكوبات حديثة جدا طبعا بتقدر تورينا قاع العين بالإضاءة الكويسة أو اللي احنا شايفينها ديت بدقة متناهية، وليرنينج كيرف كبير أكيد بالتأكيد. العمليات عايزة مهارات مخصوصة، ونسيج الشبكية زي ما حضرتك أشرت في الأول نسيج حساس وعملياته unforgivable، يعني ما بتسامحش حد. الغلطه فيها التعوير فيها ده بقى مش التعوير في الوش، ما فيهوش ده التعوير في الشبكيه ما فيهوش اي معلش بالظبط، ده نسيج عصبي مش مسموح قوي ان يحصل فيه اي مشكله. الحته ديت دي مركز الابصار، النقطه الغامقه دهيت رجعت للشكل الطبيعي بتاعها بعد ما شلنا التليفات، وبنعمل الليزر اللي احنا قلنا من ضمن خطوط العلاج الاساسيه في مرض السكر ومضاعفاته على الشبكيه ان احنا نعمل ليزر للشبكيه عشان ما يحصلش، هو ده الليزر اللي احنا بنتكلم عنه اللي بيمنع ان يحصل مضاعفات اضافيه.
هنوري الحته دي مهمه جدا عشان ده تطور مهم. بعد ما نشيل النقط الاورنج اللي احنا داخلين منها وهي نقط دقيقه جدا وميكروسكوبيه، العين بترجع لشكلها الطبيعي تماما كانها ما اتلمستش. دي بنسميها عمليه الشبكيه الحديثه بدون فتحات جراحيه تقريبا، لانها ما بتحتاجش لا غرز ولا تتخيط كده. ده منظر العين طبيعي كانها ما اتلمستش، حتى الاماكن اللي احنا دخلنا منها نعمل العمليه ما بتبانش خالص بعد العمليه، احنا اهو تحت الميكروسكوب ومش شايفينها. ده تطور كبير قوي اللي حاصل في الكونجلك في لا ده ده بتاع العادي. بتاع التراكشن يعني العادي اللي هو المشبك شد بالظبط كده. يعني شويه ده تطور كبير جدا في العمليه. احنا نحب نقول بس ان العمليه دي بتاع العمليه فعلا. لا العمليه دلوقتي بنعملها تقريبا في حوالي نص ساعه. نص ساعه وده برضو وقت قياسي بالنسبه للي كنا يمكن ابتدينا بيه نعمل العمليات دي زمان، كانت بتاخد 4 أو 5 ساعات وكانت بتحتاج مخدر عام طبعا لان المريض مش هيستحمل المخدر الموضعي للمده الطويله ديت. دلوقتي العمليه بتعمل تحت مخدر موضعي في وقت قياسي زي ما احنا شايفين كده. طبعا التطور اللي حصل في الاجهزه وفي الاضاءات وفي انواع الميكروسكوب اللي احنا بنشتغل بيه، كل الحاجات دي ساعدت ان العمليه تبقى في وقت اقصر كتير، النتائج بقت احسن بكتير، فتره النقاهه بعد العمليه اقصر بكتير، المريض بيقدر يمارس نشاطه بشكل اسرع بكتير جدا. كنا زمان بنقعد الاسبوعين بعد العمليه المريض مش قادر يتحرك وعاملينه في بوزيشن معين ومش قادر يتحرك ولا بيحرك راسه، وطبعا في غرز وفي جروح، وكانت عمليه الحقيقه بيغطي عينه وبيفضل قافل عينه كده شهر ولا حاجه. الحقيقه انها كانت عمليه قاسيه جدا وكانت نتائجها مش مبشره قوي، ويمكن حتى الدكاتره بتاعت العينين عارفه ان عمليات الشبكيه وده من الماضي القديم بتاع العمليات نتائجها ما كانتش مبشره. لا دلوقتي التطور اللي حصل طبعا خلى النتائج بتاعتها كويسه جدا، وبالتالي احنا ما بقيناش نتردد في ان احنا نعملها مبكرا لاي مريض يشتكي من بدايه نزيف بيحصل في قاع العين، بتحقق نتائج ممتازه ويفضل المريض حالته مستقره وستيبل بعد كده على طول. قيمه مجيء المريض اول ما يكون في مشاكل، قيمه المتابعه المبكره، قيمه انه يعمل العمليه في وضع مبكر، هل تختلف؟ هو ده بالظبط، هي دي كلمه السر في الحقيقه. يعني احنا حتى دايما نقول للمريض انت جيت امتى؟ جيت بدري هتاخد علاج مبكر، هنلحق قبل ما المضاعفات الاكثر عنفا تحصل، وبالتالي بالضروره النتائج هتبقى احسن. كل ما الحاله جت متاخر شويه، كل ما عملنا حتى العلاج الضروري مهما اتعمل لما بيكون متاخر، عمرنا النتائج بتاعتنا ما هتكون زي ما الحاله تتلحق بدري قبل ما يحصل مشاكل في النسيج العصبي نفسه بتاع الشبكيه. احنا اشرنا في الاول ان ده نسيج عصبي، لما بيحصل فيه تلف او دامج ما بيبقاش بسهوله يتعوض. هل يختلف عمليه الليزر بحاله سكر، حاله ضغط، حاله يعني باختلاف طبعا الليزر زيه زي اي عمليه له جرعه معينه بتتاخد في اماكن معينه من الشبكيه حسب الاحتياج وحسب الحاله. كل ودي الحقيقه موضوع يقيم بخبره الدكتور خبره الجراح. الليزر نقدر نديه بكميه كبيره، كميه متوسطه، كميه قليله في اماكن محدده او في كل الشبكيه حسب كل حاله طبعا وحسب حجم الاصابه اللي فيها. في التيك هوم مسج الاساسيه لفهم المريض بتاع السكر، فهم مريض الضغط لحلقتنا النهارده تحب تكون ايه؟ الكلمه الاساسيه في الموضوع المتابعه، وان انت بتروح للدكتور قبل ما تشتكي من حاجه، انت بتروح للدكتور بشكل سنوي، احنا ما بنطلبش حاجه صعبه، احنا بنقول كل سنه بس بتعمل متابعه، ودي مش طلب صعب ولا معقد، مطلوب منك زياره دوريه لدكتور العيون بشكل سنوي بس. لما يكون هو بقى دكتور العيون شايف ان انت محتاج يشوفك بمعدلات اكتر من كده هو هيقول، لكن انت كويس بتكتفي بان انت تزور الدكتور بتاع العيون المتخصص بتاع الشبكيه بشكل سنوي وهو هيوجهك كده، بنضمن لك ان شاء الله ان انت تلحق بدري تاخد علاج بشكل مبكر بشكل كامل، تفضل محافظ على نظرك، والسكر ان شاء الله ما يعملش المضاعفات الخطيره اللي قد تحتاج احيانا بعض العمليات الاكثر تعقيدا. يعني في عمليات اكثر تعقيدا من كده، الحالات اللي اكثر من كده بقى اللي بيبقى فيها انفصال في الشبكيه وبتبقى فيها تليفات اكثر من كده اعنف من كده، طبعا بتبقى عمليات فنيا اعقد واصعب بتاخد وقت اطول والنتائج بتاعتها في كل الاحوال بتبقى اقل نجاحا. يعني يبقى انه امراض الشبكيه لها متخصصينها، يعني برضو حته مهمه انه لازم الناس تفهم انه مش كل اطباء العيون
متخصصين في الشبكية. هو الحقيقة يعني أنا بس عايز أقول حاجة، دلوقتي برضو الدكاترة العيون نفسهم بقوا عندهم من الوعي بموضوع التخصص، يعني إذا كنت أنا هقدر أفيد المريض بشكل كامل في التخصص اللي هو بيشتكي منه إن كان في الشبكية، إذا ما كانش بحوله لدكتور متخصص في الشبكية. الناس بقى عندها الوعي ده، ودكاترة العيون برضو بقى عندهم الوعي ده، إن التخصص الشبكية تخصص دقيق شوية، محتاج قدر من الخبرة مميز، ومحتاج إن طبيب الشبكية يكون شاف عدد من الحالات أكتر وعالج حالات. طبعا زي ما شفنا في العملية، العملية مهارية والعملية محتاجة إمكانيات وخبرات مش بتتوفر لكل الدكاترة، فما زلنا برضو بنقول إن الشبكية تخصص دقيق من تخصصات العيون، طبعا ليها قطاع من الدكاتره بتوعها هم اللي يقدروا يقدموا الخدمه فيها بشكل مميز. نورت الدكتور محمد سيد الاسم الكبير القمه العلميه الكبيره، الاستاذ الدكتور محمد حمد كان ضيفي في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. اكتر شيء واخطر شيء يتعرض له الانسان هو دوران العمود الفقري في حركه دائريه مفاجئه مع حمل وزن ثقيل في نفس الوقت. الجراح الشاطر بيقدر يعمل العمليه بتاعته بتطويع كل هذه الأساليب. المنظار ممكن استخدمه خطوة واحدة في العملية، ممكن استخدم الميكروسكوب في خطوتين ثلاثة، ممكن أدمج الاثنين مع بعض. أكبر عمليات تثبيت للفقرات فيها تعقيد وتداخلات معقدة جدا هي تثبيت الفقرات العنقية، وأنجح طريقة للتثبيت هنا في الفقرات العنقية باستخدام الجراحة الملاحية. دكتور يسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. أهلا بكم. طبعا النهاردة حوار مثير ومهم جدا حول أمراض العمود الفقري وجراحاته، لكن خلينا أنا فكرت أقول لكم وبحثت الحقيقة في الحكاية دي. طبعا ممكن يكون كلامي مش دقيق قوي، بس يعني احنا يعني تعبنا في البحث في النقطة دي. أخطر حاجة ممكن يتعرض لها الإنسان في الحركة ايه؟ حاجات كتير طبعا بتختلف من شخص لشخص، وكل حاجة غلط خطر طبعا، لكن لقينا انه كل الأبحاث اشتركت او كتير من الورق البيبرز كتب انه اللفة المفاجأة مع حمل تقيل، إن واحد يعني أكتر شيء وأخطر شيء يتعرض له الإنسان هو دوران العمود الفقري في حركة دائرية مفاجأة مع حمل وزن تقيل في نفس الوقت. وده بيحصل كتير في مصر، يعني اللي هو بقى فكرة إيه، إن واحدة ست مش قوية قوي تشيل كرسي عشان تنقله، فبتشيله ده حمل وزن تقيل، تروح جاي لفة كده. اللفة دي في منتهى الخطورة، خطرة جدا. هو ده أخطر من واحدة من أخطر الحركات. وفي حركات تانية كتير بتضر العمود الفقري إحنا بنعملها، طريقة النوم، طريقة القعدة في العربية، طريقة الحركة، طريقة الجلوس في المذاكرة اللي بقت تبقى فيها مشكلة، التقاط الأشياء من على الأرض. إحنا ما عندناش ثقافة التقاط الأشياء من على الأرض يا جماعة، مفيش حد بيعرف يوطي يجيب حاجة من على الأرض صح، كلنا بنوطي غلط، كل الناس بتوع عيام وطية جايبة الحاجة وقايمة، يا سلام بص تلاقي هو بيقوم طقطق ظهرك، او الديسك بدا يحمل مشاكل، الارض ليها التقاط الاشياء اللي هو الواحد ينزل على ركبتيه او ينزل بركبتيه يجيب الحاجه ويطلع وهو فارد ظهره. مين اللي بيعمل الحاجات دي؟ صعب ومش كتيره. خلينا نفهم النهارده تفاصيل مشاكل العمود الفقري، ونفهم ازاي ان التشخيص المبكر، ان انا اروح بشكل مبكر اكشف مبكرا، هدي فرصه لجراحات رائعه الان بقت ليها زي ما بيقولوا اليد العليا، وبقى ليها قيمه كبيره، جراحات محدوده التدخل، بس بشرط ارجوك تعال مبكرا اول ما تشتكي. هنفهم النهارده حوار مثير للغايه مع ضيف العزيز استاذ الاساتذه الاستاذ الدكتور انور يسري الحميلي. يسري انور الحميلي، اهلا بك يا دكتور. اهلا دكتور عين. دايما مرتبط انا باسم انور دي عشان يمكن على الطريقه الاوروبيه يعني منورنا دكتور يسري. الله يحفظك. عايز اروح لسؤال فعلا، هل دي اخطر حركه قبل ما ادخل في جراحه التدخل؟
بص، هو في حاجة مهمة جدا كتير ما يعرفهاش يمكن بعض برضو الأطباء الصغيرين أو المش متخصصين قوي. علم اسمه بايوميكانيكس اوف سباين، أو عالم الحركة البيولوجية للعمود الفقري. وده علم مهم جدا جدا، اللي بيقدر اللي بيشتغل في العمود الفقري لو ما عندوش دراية بيه كافية مش هيبقى بيشتغل بشكل كويس، في ظل التقدم والثورة العلمية النهاردة اللي عملت لنا واستحدثت لنا حاجات كتير جدا كلها نشأت كبديل أو كاستعاضة عن الحاجات اللي بتبوظ في العمود الفقري. بدأت بتثبيت الفقرات، بدأت بالشرايح بالمسامير، انتهت بالغضروف الصناعي، انتهت بحاجات تقنيات عالية جدا. مين يقدر يقول أعمل ده ليه وأحط ده فين وأشتغل ده إيه وأثبت إزاي وده أثبت للعيان وده ما ثبتش للعيان؟ هو اللي عنده دراية عالية بما يسمى بعلم الحركة البيولوجي للعمود الفقري، وبالتالي ده اللي يقدر يحط للمريض بتاعه السيستم أو الأساس أو الطريقة أو النظام في حركته. كل واحد فينا عنده جسمه له بنيان، البنيان ده علشان ما يحصلش أي ضرر لابد أن أنا أتعامل مع بنيان جسمي بالطريقة اللي تناسبه. في واحد يقدر يرفع 30 كيلو من الأرض، في واحد ما يقدرش يرفع أكثر من 3 كيلو. أنا هيئت الجسم ده إزاي وعملية التهيئة دي نفسها، لأن أنا برضو لازلت بشوف ولاد صغيرين جدا في السن راحوا يلعبوا جيم بطريقة غير منظمة أو من غير مدرب أو بشكل هاميوني، فجاله انزلاق غضروفي وللأسف جسمه زي الفل وشكله هايل جدا وعضلاته يعني حاجة جميلة، وتعمل أشعة تجد أن عنده انزلاق غضروفي أو فقرة تضررت من أنه عمل الرياضة بشكل خاطئ. وبالتالي ده مفهوم مهم جدا، عايزين ولادنا يبقوا حاطين عينهم عليه، عايزين ثقافتنا الطبية بتبقى بتقول يا جماعة مش كل حاجة نقدر نعملها هنعملها، ولابد من الاهتمام ب زي ما بنقول كده ثقافة الاهتمام بالعمود الفقري تتربى عند ولادنا منذ الصغر. جراحات محدودة التدخل أحدثت طفرة كبيرة في عالم جراحات المخ والأعصاب، وهي دلوقتي أنا في رأيي إنها زي ما بيقولوا جراحات الحاضر والمستقبل، بس بشرط برضو إن المريض يجي مبكرا، لأنه في فترة ما ممكن جراحة محدودة التدخل تبقى مش عارفة تتعامل مع عديد المشكلات. ده حقيقي طبعا، والأهم من ذلك كله إن مش بس إن المريض هيجي مبكرا، إن المريض هيجي للمتخصص في الجراحات محدودة التدخل. وبلاش نسمع كلام الناس اللي بتقعد تخوف العيانين وتقول له اوعى تعمل عملية بالمنظار ولا بالمايكروسكوب أصل ده هترد بسرعة. يعني دايما اللي ما بيعرفش يعمل الجراحات محدودة التدخل ولا يجيد استخدامها بيخوف المريض كأنها بعبع أو كأنها رعب، وده مش صح. ما تخلوش حد يضحك عليكم، دي ده بيخدعك. اللي بيعمل الجراحة محدودة التدخل ده جراح متمرس قدر يعمل العمليات التقليدية وعدى المرحلة دي وخلاص، بيعمل حاجة أحدث وأكثر تطورا للمريض بتاعه علشان يخدم قضية واحدة وهي الشفاء المبكر، العودة إلى العمل مبكرا، وإن أنا أعمل العملية بتاعتي من غير ما أثر على التركيب الطبيعي للعمود الفقري. ده الصورة بتعرض لنا إزاي الانزلاق الغضروفي بيحصل. هنا الغضروف تضخم، بعد ما تضخم خرج بره المحتوى، ضغط على العصب، العصب ده بيغذي إيه؟ لو بيغذي المنطقة دي في الرجل هيبقى الألم في المنطقة دي، لو الغضروف في مستوى أقل أو تحت منه يبقى هيغذي عصب تاني هيدي الألم في المنطقة دي، لو الغضروف في تحت في الحتة اللي في الفقرة اللي تحت يبقى الألم هيجي في عصب الرجل ولكن في ناحية تانية، وبالتالي بتختلف الأعراض على حسب مستوى الإصابة. دي صورة بتعرض لنا إزاي ممكن يحصل كسر الفقرة من حركة مفاجأة عنيفة غير مدروسة. شفت القوة كلها انصبت على إيه؟ ده بنشوفه إمتى؟ ممكن نشوفه في واحد نط من فوق علشان ينزل في المية اتخبط في صخرة، فالفقرات ردت لورا، اتكسر العمود الفقري، أثر على الحبل الشوكي. الكرة يا فندم برضو ده يعني في الكرة بس نادرا ما بيحصل، لأن مهما كان إصابة الكرة بتبقى الوزن بتاعه مش بالقوة، لكن ده بيبقى الوزن والجرافيتي والجاذبية والاندفاع
بتبقى حاجات كتير قوي. هنا برضو بيعرض لنا الأماكن الأكثر تعرضاً للإصابة في العمود الفقري بالتآكل والخشونة والغضاريف، وهي الفقرات القطنية. وليه؟ لأن بعرضها لحمل كبير معظم الوقت، هي شايلة وزن الجسم كله، وفي نفس الوقت عليها معدل حركة عالي جداً. أقل الفقرات ضرراً الفقرات الصدرية. تاني حاجة بتالي الفقرات القطنية هي الفقرات العنقية، ودي بقى مرض العصر بالنسبة للي قاعدين على المكتب، بالنسبة للي بيستخدموا رقبتهم بشكل كتير في السواقة، في القعدة على المكتب، في المذاكرة بطريقة خطأ، في الولاد اللي ماسكين الموبايلات طول الوقت وتاني رقبته، في الست البيت اللي قاعدة بتشتغل على بطريقة مش صحية، في البنت اللي قاعدة بتذاكر طول الوقت على الانتريه أو في الكافيه مع والولاد يقعدوا يذاكروا في الكافيهات وبقت موضة. الحاجات دي كلها بتؤذي العمود الفقري. عندي سؤالين، في سؤال واحد، المناظير ودورها في التعامل مع الانزلاق الغضروفي، ازاي المنظار بيدخل يتعامل مع الانزلاق الغضروفي؟ برضو كلاسيكيا ايه حدود المنظار؟ يعني كم انزلاق غضروفي بعدين المنظار يقول لك مش هقدر اشتغل او خلاص دي حدودي؟ هل هناك، السؤال الثاني بقى، هل هناك حاله صراع او تنافس بين المنظار والميكروسكوب؟ هل المنظار عدو الميكروسكوب او الميكروسكوب عدو المنظار؟ وهل الـ يعني احدهما يعلو عن الاخر ويسمو على الاخر، ام ان كل منهما منطقته اللي بيشتغل فيها؟ دول سؤالين. الحقيقه في مجال الجراحه الجراح الشاطر بيستخدم كل التولز، الوسائل المتاحه لتطويعها لاجراء عمليه جراحيه ناجحه. تصور انت بترسم لوحه، وواحد يقول أنا متحيز للون البني، واحد يقول أنا متحيز للون الأزرق للسماويات، مفيش كده. اللي بيرسم لوحة ده محتاج جميع الألوان، احنا محتاجين في العملية بتاعتنا كل التقنيات دي دون أن تطغى واحدة على الأخرى. احنا ما بنتحيزش الحاجة. الجراح الشاطر بيقدر يعمل العملية بتاعته بتطويع كل هذه الأساليب. المنظار ممكن استخدمه خطوة واحدة في العملية، ممكن استخدم الميكروسكوب في خطوتين ثلاثة، ممكن ادمج الاثنين مع بعض. دي عملية بنشيل فيها الغضروف بالمنظار، زي ما احنا شايفين دخلنا فتحة صغيرة جدا جدا في الجلد ودخلت الآلات الجراحية. هستخدم الجراحة الملاحية عشان توريني الصورة راكبة على الأشعة بتاعت المريض، عشان لما اشيل الغضروف اتأكد تماما ان انا شلت الغضروف اللي عليه المشكلة. هستخدم استحساس العصب عشان اقدر اقيس الكهرباء جوه العصب، ويا ترى العصب ده حاجه مسته ولا لا. هستخدم الميكروسكوب في تكبير الصوره. وبالتالي لما بيبقى عندك ابناء وانت راجل اب مثالي، ما بتفضلش ابن على الاخر، هتفضل ابن على الاخر لو انت اب مش مثالي. نفس القصه، كل دي وسائل واساليب احنا بنحبها كلها. والجراح الشاطر اللي بيقدر يلعب باكتر من حاجه وببراعة ويستخدم هذه التقنيات. النهاردة ما بقاش مسموح ان واحد يقولك اوعى تعمل العملية بالمنظار اصلا بترجع تاني. اللي بيعمل عملية بالمنظار ده جراح بيعمل العمليات الجراحية بدقة عالية جدا جدا، ويقدر يعمل العملية بدون هذه الوسائل. طب هو ليه بيستخدم الوسائل دي؟ علشان يضمن لمريضه الدقة، سرعة الجراء العملية، واهم من ذلك المحافظة على الأنسجة الطبيعية. هنا هو بنشيل الغضروف وبنحط غضروف صناعي. الغضروف الصناعي ده هو بديل للغضروف الطبيعي. يبقى بالتالي أنا شلت الغضروف اللي كان ضغط على العصب، رجعت المسافة ما بين الفقرات لوضعها الطبيعي، حطيت الغضروف الصناعي. المريض ده هيقدر يحرك رقبته شمال يمين فوق تحت كأنه ما شلش الغضروف. بالتالي ده اللي عملته التكنولوجي، اللي عملته الجراحة الملاحية، اللي عملته الثورة العلمية اللي احنا بنشوفها الأيام دي. هل هناك تنافس بين المنظار والميكروسكوب؟ ليس هناك تنافس، أنا بحب الاتنين. الاتنين ولادي الأعزاء، الاتنين أنا بقدر أستخدمهم لمصلحة المريض، بقدر أطوع ده في خطوة وأطوع ده في خطوة. وطالما أنا بأجيد استخدام الاتنين، يبقى أنت عندك أحسن لاعب في الملعب اللي بيقدر يشوط شمال ويمين، واللي يقدر يلعب وينج ليفت وينج رايت. جوكر. تصور ده جوكر. تصور دايما ده بيبقى عند مين؟ اللعيبه اللي هم ليفت هاندد اكتر. باي ذا واي انا ليفت هاند. الجراح اسرع ربع ثانيه. الجراح الناس اللي بتستخدم ناحيه الشمال اسرع
في رد الفعل ربع سنة. هي ميزة كمان إن لما باجي أعمل عملية جراحية ما ببقاش مرتبط بناحية. يعني أنا ممكن أفتح أعمل للمريض عملية الرقبة من المنظار من ناحية شمال من ناحية يمين بالميكروسكوب من ناحية شمال من ناحية يمين، ما عنديش تحيز لناحية واحدة، ودي بتبقى حاجة يعني ده بالمناسبة بس يعني عرضا. فعايز أقول إن إحنا مفيش حاجة مفضلة على حاجة، طالما إن دي هتخدم قضية مهمة جدا هقدر أعمل للمريض بتاعي العملية بنجاح منقطع النظير، يبقى هستخدم دي هستخدم دي هستخدم دي. وهقدر لما يبقى عندي تصور أنت داخل محل كبير قوي هايبر ماركت مثلا، ده فيه كل حاجة، وبتطلب بضاعة معينة هتلاقي كل حاجة موجودة على الرف. قارن نفسك لو أنت دخلت كشك صغير بتسأل على حاجة مفيش غير حاجة واحدة هيديك اللي عنده بس، ما تخليش حد يسوق لك بضاعة واحدة، روح للي عنده كل حاجة، هتجد عنده كل حاجة بالتقنية عالية جدا، وهتجد نفسك بتعمل مجهود أقل في الحصول على أحسن حاجة. السؤال المشهور قوي في الجراحة الملحية وتثبيت الفقرات، تثبيت الفقرات، لأنه الزحزحة الفقرية بقت موضوع منتشر جدا وبقت حالة مزعجة للغاية جدا. هل المنظير والجراحات محدودة التدخل لها دور في تثبيت الفقرات؟ طبعا الجراحة الملاحية لها دور كبير جدا في تثبيت الفقرات، وأكبر عمليات تثبيت للفقرات فيها تعقيد وتداخلات معقدة جدا هي تثبيت الفقرات العنقية، وأنجح طريقة للتثبيت هنا في الفقرات العنقية باستخدام الجراحة الملاحية. شوف بقى الجراحة الملاحية بتعمل ايه، صورة الأشعة معروضة على الشاشة، وأنا بدخل بالمنظار، وأنا داخل بالمنظار الجراحة الملاحية بتدمج لي صورة الواقع مع صورة الأشعة، فكأن أنا داخل بطلع الغضروف اللي باين في الأشعة ده بالواقع الرياليتي، أو زي ما بنقول اللي زي ما بيقولوا كده العملية الواقعية. أنا بدمج الصورة اللي طالعة مشخص فيها الغضروف والغضروف باين فيها بوضوح مع الواقع بتاعي، وبالتالي لا يمكن الخطأ. في كتير جدا من العمليات اللي مكتوبة من مضاعفات العملية ميزد ليفل، أو إنه يعمل المستوى الخطأ، يبقى عيان عنده غضروف ما بين الرابعة والخامسة ويعمل له التالتة والرابعة بالخطأ. النهاردة الكلام ده لما تقوله قدام حد بيشتغل بالجراحة الملاحية يضحك كتير جدا، دي نكتة، لأن ما ينفعش ده يحصل. ما ينفعش إن وأنت بتعمل تثبيت للفقرات باستخدام تقنيات الجراحة الملاحية إن المسمار يدخل في مجرى الحبل الشوكي أو في مجرى العصب أو يلط العصب بالبلدي زي ما الناس بتقول. ليه؟ لأن أنا بدي إحداثيات ثلاثية الأبعاد عن المكان. شوف الفتحة قد إيه، شوف حطينا بلاسترة صغيرة جدا مكان ما دخلنا علشان عملية كبيرة بيتفتح لها 4-5 إنش أو 10 سنتي والمريض بيقعد لابس حزام ويعمل، ما عندناش الكلام ده. احنا بندخل علشان عندنا تقنيات حديثة، بندخل من فتحة صغيرة جدا قد تكون ثقب زي قطر القلم الجاف، ومن خلالها بنعمل العملية والمريض بيخرج، مفيش درنقة بقى، مفيش أي حاجة، أي حد في البيت يقدر يغير البلاسترة دي بعد يومين ثلاثة أو كل يوم مثلا، والمريض ده ما عندوش غرز بقى يفكها والكلام ده كله، هيسمح له بعد ما يفوق من البنج أنه يقف على رجله، أنه يخش التواليت، أنه يبدأ يتحرك، يطلع ينزل سلم. لو بعمل عملية غضروف في الرقبة مش هلبسه رقبة، لو بعمل عملية في الظهر مش هلبسه حزام. وبالتالي خدمت الجراحة الملاحية نقطة مهمة جدا جدا، وهي الدقة المتناهية، السرعة في الأداء، الحفاظ على التركيب الطبيعي اللي ربنا عمله في العمود الفقري. ودي كانت أهم أسباب ولا زالت أهم في أسباب فشل العمليات التقليدية في أنها تحقق للمريض النتيجة اللي هو عايزها. أن أنت بتدخل تشيل غضروف، عشان تشيل غضروف بتشيل جزء من الفقرة، بتشيل عظم طبيعي ربنا خلقه يعمل وظيفة. النهاردة بوسائل محدودة التدخل ما بقاش مسموح انك تشيل حاجة من العمود الفقري، انت بتحافظ على الكيان الطبيعي اللي هو طبيعي، اللي مش طبيعي هو بس اللي هتشيله. ايه اللي مش طبيعي؟ ممكن يبقى غضروف، هتشيل الغضروف، ممكن يبقى حتة ضيقة في العمود الفقري، هتعمل توسيع في العمود الفقري دون ان تحدث عطب او تغيير في الطبيعة اللي ربنا عملها. مش لاني ما عنديش هذه التكنولوجيا ابدأ اهاجم ما لا امتلكه،
هذه هي نقطة هامة جدا وصريحة جدا في عالم الطب. أنا صريح جدا في الحتة دي. وأكيد ضيف العزيز أشكرك شكرا جزيلا على تنويرك لنا النهاردة بهذه المعلومات الرائعة والشرح التفصيلي لواحدة من أصعب وأعقد أنواع الجراحات وهي الجراحة البلعية. نورتنا. شكرا دكتور عيني. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والجراح الكبير الأستاذنا الأستاذ دكتور يسري الحميلي كان في الناس الحلوة. خليكم معنا. ويليام بروفت قال في كتابه طب تقويم الأسنان المعاصر، قال مضمون مهم جدا أن المظهر له تأثير على الانطباع. الزراعة من أكتر أقسام طب الأسنان اللي استفادت من التكنولوجيا. خلينا مثلا نتفق أن وجود الأشعة ثلاثية أبعاد طفرة غير عادية في عالم التشخيص والزراعة، وعامة في عالم التشخيص وعلاج العصب وفي الزراعة وفي الجراحة. أنا يهمني الشكل اللي تحت ده شكله ايه؟ شكله معمول ولا شكله اسنان؟ يعني لو احنا خبينا اللي فوق ده، خبينا ان دي الحلقه قبل، هل الناس هتتخيل ان الاسنان اللي تحت دي اسنان معموله ولا اسنان طبيعيه فيها التفاصيل الطبيعيه؟ اكتشفوا ان احنا اصلا من اكتر الحاجات اللي بنحكم بيها على الناس هي ابتسامتها. اهم حاجه في التجميل الخبره اللثه دي برواز الابتسامه. فكره انها مش باين انها معموله هي دي فكره التجميل الحقيقي. بعض المشاهير صنعوا ابتسامات نستطيع ان نقول عليها كارثيه. لا ادعي ان ده شغل واحد، ما ينفعش، شغل مؤسسة. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. اهلا بكم. علم تجميل الاسنان يا جماعه مش علم سهل، وان كان في ناس كتير اتصرفت في الفتره الاخيره على انه علم سهل، ناس كتير اقصد بيهم ناس مش متخصصين، ناس قال لك اوكي انا يعني هو التجميل ده هي كيمياء. هي كيمياء دي على فكره بقت يعني جمله تاريخيه في عصرنا الحديث. اي حد مش متخصص في حاجه يقول لك ماشي يعني نالف كده نتفرج عليها فيديو نتعلم شويه نروح ناخد فيها محاضرتين مش عارف ايه. مفيش خبرة، مفيش وقت طويل، مفيش حياة سنين انا اقدر اقدمها مقابل جايزة اسمها ان انا بقى عندي هذه الاكسبيرينس وهذه القدرات وهذه الخبرة اللي تمكنني ان انا اقول ان انا بعرف اعمل تجميل اسنان. تجميل الاسنان ليه اتظلم؟ ليه في ناس بتتهور وبعدين تظهر بابتسامه بعد ما راحت عملت تجميل اسنان؟ الابتسامه دي تدي انطباع لكل اللي حواليهم ان لو هو ده التجميل انا مش عايز اعمله. لو كده انت كده مجمل اسنانك، لا 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 مش هروح مش هاجي. اللي يبقى اذا تجميل الاسنان ده قضيه خاسره. اذا كان انت كنجم او حد مشهور لما رحت عملت تجميل لاسنانك طلع بالشكل ده، القضيه صوت وصور، صوت وصور. عندنا هنا في الناس الحلوه، واعتقد انه ضيفي يستطيع أن يجاوب أو يشرح لنا هذه الصورة بصوت جهوري جدا. جهوري لأن أنا هطلب منه مواجهة المجرم بإجرامي والأسود بسواده والوهم بأوهامي. إمتى يكون هذا الوهم موجود؟ أكيد هيبان في حوارنا اليوم مع ضيفي العزيز. هو أول من تحدث عن تجميل الأسنان هنا يعني في مؤسسة الدكتور والناس الحلوة، أول من تحدث عن تفاصيل دقيقة في توصيفات الأشياء زي القشرة التجميلية وتجميل اللثة. ضيف العزيز أستاذ الدكتور نور الدين مصطفى، أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. التهور بيعور؟ طبعا بيعور. وفي مثل عندنا في المناطق الشعبية بيقول التعوير في الوش ما فيهوش معلش، والتعوير في السنان ما فيهوش معلش. ما هو السنان فين؟ في الوش. ده دي في السنان في الوش. السنان أول حاجة بتبان منك لما بتيجي تضحك.
اول انطباع بيتاخد عنك هي اسنانك. اول حاجه، اول ابتسامه، اول ما بتبتسم بيبدا اول حاجه تبان اسنان. الاسنان دي لو شكلها حلو بتبدا تاخد انطباعات كويسه عند الناس، شكلها مش كويس بتبدا تاخد انطباعات نيجاتيف او سيئه من الناس. وده كلام علمي، ده مش كلام بنقوله يعني في قاعده، لا. في الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان عملت سيرفي او عملت زي استطلاع، اكتشفوا ان احنا اصلا من اكتر الحاجات اللي بنحكم بيها على الناس هي ابتسامتها. حتى في مجال العمل لو انت بتعمل اختبار لواحد هتلاقي ان انت بتحكم عليه، تلاقي ابتسامته بتفرق معاك. لو عندك ناس عندها نفس الكواليفيكيشن بتبدا تحكم عليه من المظهر وتختار احسن واحد، يعني لو هم مع نفس الكواليفيكيشن بتبدا تختار اقربهم انت حسيت ان هو مناسب. مناسب ازاي؟ عقلك الباطن بياخد انطباعات من حاجات معينة، صحته، شكله، نظافته. الأسنان مهمة جدا 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 في الحكم على الناس. عنوان الحلقة اليوم الصراحة المطلقة والمواجهة الجريئة جدا لكل خاطئ وكل مجرم وكل أسود. انت عارفني. أنا عارف. جاهز؟ جاهز جدا. أبيض واسود، واسود ورمادي. أبيض اسود أم رمادي؟ المشاهير هم من جذبوا النجوم، هم من جذبوا الناس إلى تجميل الأسنان، ولكن نقف أمام كلمة ولكن كثيرا جدا. بعض المشاهير صنعوا ابتسامات نستطيع أن نقول عليها كارثية. أبيض اسود أم رمادي؟ أبيض. إيه اللي حصل؟ هي الأول إحنا هنقول كلمة هوليوود سمايل أو اللي هي من تجميل الأسنان هو نصب ليه الهوليوود؟ لأن معظم نجوم هوليوود السينما الأمريكية كانوا بيعملوا تجميل أسنان، تمام؟ طيب حيك لو بصيت على واحد زي توم كروز عامل أسنانه، أنا هفترض أنه يعني أنت بتتفرج على الأفلام بتاعته، عمرك عرفت أنه عامل أسنانه؟ لا. تتخيل أنه عامل أسنانه؟ لا. أنا جبت لكم قبل كده صور زمان شكل أسنان توم كروز الحقيقية زمان كانت عاملة إزاي وبعد التجميل. هلاحظ حاجة، الدكتور العظيم اللي عمل التجميل ما قررش ان هو يعمل له حاجه مش طبيعيه. ليه؟ لان هو بيتعامل طبقا لمعايير تجميليه سليمه. عمل سمايل اناليسيز، عمل سمايل ديزاين، الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها طول عمرنا، وعمل له حاجه مناسبه. حاجه مناسبه يبقى اسنانه شكلها حلو، لكن ما تبقاش قد، ما بصش عليها اعرفها. هات كل الافلام بتاعت توم كروز هتلاقيه اسنانه شكلها عادي جدا وشكلها جميل، بس مش باين انها معموله. فكرة إنها مش باين إنها معمولة هي دي فكرة التجميل الحقيقية. فكرة التجميل الحقيقية هي إن حضرتك أسنانك تبقى هوموجينس معاك، تبقى متناغمة ومتناسقة مع شكلك، مش إن أنا شايف أسنان وراها بني آدم. وده اللي بدأنا حلوة دي. حلوة خلاص بقى. لا لا يعني في أي سلمتيو على التعبير تفضل. ده تعبير يكتب في الكتب طبعا. تعبير إنه أخطر ما يمكن في تجميل أسنان أنت تصنع في الآخر حاجة اسمها أسنان وخلفها بني ادم انسان. انت بقيت خلفيه، انت حضرتك كبني ادم بقيت خلفيه. المفروض الابتسامه السليمه تبقى خلفيه ليك، يعني انا بكلم حضرتك باصص في عينيك ابتسامتك خلفيه مش واخد عيني. عشان يفضل في اي كونتاكت، يفضل في اتصال بين عيني وعينك واحنا بنتكلم، وده الطبيعي بين البني ادمين. تواصل بين البني ادمين حضرتك لو احنا ما بنتكلمش، لو احنا بنتكلم مع بعض وما فيش تواصل بعينينا، لو انت مغمض عينك ممكن تفهم كلامي غلط. عشان تبقى فاهم لازم يبقى في تواصل في العين، لان العين بتدي انطباع. نفس الكلمه اللي انا بقولها لك بحركه بعيني او بجتشر معين بجسمي وبانطباع بعينيا بتديك انطباع ان الكلمه دي معناها كويس، ونفس الكلمه بتعبيرات تانية تديك ان الكلمه دي معناها مش كويس. هي نفس الكلمه. فالتواصل بالعين مهم جدا. طيب لما نقطع التواصل بالعين ده تتواصل بالعين. تتواصل بالعين في حدث رياضي مشهور، يعني حد يعني مدرب كبير عمل خلى مصر كلها تتكلم على نظره عين. تواصل سيء. يعني نظره عين بالظبط تفرق بحرفنه، تفرق دي زي ولا كانها جون بيتحط بالرجل بالظبط تفرق جدا. فبالتالي اي حد بيعمل تجميل اسنان في العالم وقرر ان هو يشيل من البني ادم الهيومن بينج بتاعه او الخصائص بتاعه البني ادمين، يبقى هو انا عمل كارثه. وده اللي بدا يحصل. انا يعني في من فتره كان في نجم معين كنا في مكان ما، فاسنانه ما كانتش معموله، فبيقول لي ايه رايك
فقلت له لا انت هتحتاج تعمل، بس لو هتحتاج تعمل، وهنا وهنا النقطه اللي عملت المشكله، قلت له لو انت محتاج تعمل في اجراءات معينه لازم تتعمل علشان توصل من الشكل ده للشكل السليم. الاجراءات دي فيها نحت بطريقه معينه، فيها شغل وديزاين وحاجات كده. سمع كلام حد تاني، لا 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 تعالى النهارده وهخلصك النهارده وهتمشي النهارده مبسوط، وراح عمل سنانه النهارده. هتشوفه في رمضان حلقات اسنان حصان، ابتسامه حصان. ايه يعني؟ انت كان عندك سن بروز خفيف في الاسنان، تركب عليهم من غير ما تشيل الكميه الكافيه بقى عندك بروز اكتر. تختار لون غير مناسب لبياض عينيك ولبشرتك يديك أكتر. بروتروجين اكتر. اذا فانت عشان خاطر ما سمعتش الكلام الطبي المتخصص حصلت على نتيجه زي ما انت حكيت، ايه كارثيه. المشكله بقى في ايه؟ المشكله ان المفروض زي ما قلنا هوليوود سمايل بره النجوم بيعملوها، ما بيتعرفش ان هم عاملينها لانها معموله صح. هنا بقى عندنا موضه بقى وحشه قوي، اي حد بيعمل من النجوم يبان بقى، يبان ان هو عامل وشكله مش طبيعي وشكله مش مظبوط. بدا يدي انطباع للناس عن ايه؟ ان التجميل ده حاجه مش كويسه. انا بص ده كان سؤال ودي كانت اجابه، هننقل المتهم. خلصنا الحلقه، خلصنا الحلقه. المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ من ينشر التلوث البصري من خلال التشيك للتيس؟ تمام. ده نفس جاني. ده مش جاني بس، ده يتعدم ان شاء الله. هرجع بقى للجزء بقى المهم عشان نتكلم في الجزء ده. هنعرض صور شكل الاسنان الطبيعيه وتعاملها مع الاضاءه. ليه؟ عشان نفهم الناس ان الاسنان دي شيء مش مصمت، وان عينينا مدربه كويس جدا انها تشوف السنه الطبيعيه وتقرر ان كانت طبيعيه ولا مش طبيعيه. طيب احنا ربنا خالق الاسنان عندنا رقم واحد في الاضاءه. بص هيك ركز، هتلاقي السنه مش مصمته، السنه دي طبقات. تمام. في طبقه شفافه بتبان قوي في حرف السنه دي، طبعا بعد تعريضها لاضاءه معينه. يعني بنبدا نعرض السنه لاضاءه معينه، هتشوف حرف السنه، شايف الهالو شيب اللي حوالين السنه، تلاقي جزء شفاف وجواه طبقه الدنتين وجواها لون ريتش اكتر. ده الشكل الطبيعي للسنان. هنا برضو جايبين برضو شكل الاسنان تحت الاضاءه، شايف حروف السنه عامله ازاي، شايف فيها جزء شفاف ازاي، شكلها حي، سنه شكلها حي. تمام. طول ما انا بعمل اسنان في التجميل ما فيهاش الكلام ده، يبقى انا ببعد عن الواقع وبعمل تشيك ليستيس وبعمل حاجات كتير. دي اسنان معموله. تمام. مش معنى ان انا بعمل اسنان بيضه يبقى احرمها من التفاصيل. انت ممكن يكون بياض عينيك يناسب ان انا اعمل لك اللون ده، يبقى اعمل لك اللون الابيض ده. بس هيك راح ركز جدا في شكل الاسنان، هتلاقي شكل السنه فيه التعريجه اللي ربنا خالقها. السنه اللي ربنا خالقها فيها اسمها جروف ولوب، تحس ان فيها حرف جوه السنه زي شرخ خفيف كده، لازم تعمله. لو ما عملتوش وما عملتش الانسايز الايدج او الحرف بتاع السنه في سنه ترانسليوسنت او سنه شفافيه، يبقى انت بتقول للعين انا عامل سنان. بص حقيقي انا شكل السنه الحرف بتاعها رفيع جدا، وده كان الدعاء. يجي حد يقول لك ايه، انا رحت عملت فينير بقى عندي ضب. هي دي حضرتك عندها ضب؟ دي سنانها هي جوه شفايفها، يبقى ما عندهاش ضب. يبقى حضرتك اخترت دكتور غلط واخترت تكنيك غلط عشان يشتغل لك بيه. رحت قلت له انا عايز اعمل فينير، علاجيه غلط، وانت ما ينفعكش تعمل فينير. او رحت قلت له انا عايز دي الخطه العلاجيه الغلط بالظبط، القرار نفسه الاناليسز اللي احنا قعدنا نحكي فيه سنين ما بتعملوش ليه يا دكتور؟ القرار غلط. ما هو ليه قرار غلط؟ عشان حد اللي اتخذ القرار نفسه ليه؟ عشان ما عملش تحليل ابتسامه زي ما قلنا، عشان ما قراش ايه هم ال21 كرايتيريا او ال21 خاصيه للسمايل الاساسيه السليمه اللي ينفع نشتغل عليها. فاهم قصدي؟ فبالتالي هيطلع قرار غلط. حضرتك ما عندكش معلومات كافيه، يبقى بالتالي هتدي قرارات غير مناسبه. اروح انت كل سؤال بفقره، معلش ما شاء الله. طب تعال نروح للوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ انا هكون صريح معك في السؤال الاول ده. لما انتوا بدات تتكلم عن تجميل الاسنان، وبدات تستجلب او تجلب تكنولوجيا عاليه جدا زي السيريك وزي الكومبيم، بدات تصدر فكره واحنا بنتكلم،
وعجبتني أول فكرة وأنا كنت معك فيها قوي، فكرة اليوم الواحد، فكرة الفوري، هتيجي سيرك هيقطع هخلص لك هتروح بسنانك. حلو. بس ده في ناس قلدته وطلعت كوارث طبعا. وفي حالات تانية قالت لك لا، طب ما هو أنا رحت وجيت لك وانت قلت لي ما ينفعش في يوم واحد. بالظبط. ده لازم لك، ده لازم هتقعدوا معايا اسبوعين. بالظبط. فهنا ايه، فين الوهم وفين الشك وفين اليقين؟ ده سؤال كلاسيكي. طيب. بعيدا على الاختيارات كمان. طيب ايه يعني، اديني صياغه عشان اقول لك ايه الوهم فيها. يعني هل ينفع نعمل فوري؟ لا، ده يقين نقدر نعمل فوري ونقدر نعمل تجميل في يوم واحد. ده كل يقين كل الحالات، مش كل. ما انا هسترسل. هسترسل. تمام. امتى ينفع حاله تيجي تعمل تجميل اسنان وتمشي في نفس اليوم؟ هقول لك الحاجات اللي ينفع نعمل فيها كده. رقم واحد، تكون الحاله ما عندهاش اي مشاكل في اللثه، صفر، ولا حتى التهاب، ولا حتى محتاجه تشيل جير. يعني هتشيل جير يبقى ما ينفعش اشتغل لها النهارده. ادي واحد، يبقى اللثه تكون ايه، سليمه 100%. الاسنان تكون مرصوصه رصه طبيعيه ومنتظمه. يعني ما تجيبليش واحد سنانه راكبه على بعض وتقولي نعملها النهارده، وهقول لك ليه ما ينفعش. تمام. واحد عنده سبيس زياده قوي او كبير قوي، ده برده ما ينفعش يتعمل في نفس اليوم. يعني معنى كده ان انا عايز، اقول لك ان انا لو هعمل تجميل فوري في يوم واحد، هي الحاله واحده، سنان منتظمه لسه كويسه جدا، لكن هو عايز يغير اللون بس. فبالتالي هعمل له قشره تجميليه فائقه الرقه. تمام. فده هيجي هنحضر 3/10 من الملي، هيتصور بالسلك، وهتيجي القشره التجميليه فائقه الرقه دي تتلزق. لان مفيش اي اجراء تاني هعمله. طيب ممكن بقى نوقف على الصوره دي وبعديها الصوره اللي بعدين. الصوره دي حلوه قوي. الصوره دي مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ لان الصوره دي مش تجميل قبل وبعد، دي تجميل بعد وتجميل بعد. يعني ايه؟ يعني الكيس دي اصلا معموله. يعني اللي تحت ده تجميل. ده تجميل معمول في مركز يدعي ان هو مركز تجميل. زي ما احنا شايفين، فين التفاصيل؟ فين شكل الاسنان؟ فين اي حاجه تدل ان دي اسنان معموله بتقنيه او بديزاين او فيها راعه اي واحد من ال 21 كرايتيريا اللي احنا اتكلمنا فيهم في التجميل. ليه كده احنا مكبرين الصوره؟ شوف ان القشره التجميليه مش سمك واحد، عشان كده في اجزاء مشفوفه من السنه اللي تحتيها واجزاء لا. القشره التجميليه مش معموله جليس صح. القشره التجميليه غير واضحه المعالم. القشره التجميليه متسببه في تجمع لبواقي الاكل حوالين اللثه فعامله التهابات. تمام. كل ده اتشال، اتعمل خطه علاجيه، الاول لعلاج اللثه، بعديها لازاله القشره التجميليه اللي معموله، تحضير الاسنان بشكل مناسب. وبرده بشكر الفريق، الاساتذه اللي في الفريق الطبي بتاعنا، لان فريق طبي فيه استاذ دكتور علاج لثه، استاذ دكتور تركيبات، استاذ دكتور علاج عصب، كل التخصصات فيها اساتذه، عشان اقدر اوصل اتنقل من دي لدي. لا ادعي ان ده شغل واحد، ما ينفعش، شغل مؤسسه. المؤسسه دي هي اللي تقدر تطلع الشغل ده. الشغل ده معمول اهو، ادي شكل بنقول دكتور عمل الكلام ده، وده الشكل اللي لما تشتغل عند مؤسسه تطلع لك الشغل بالمنظر. قبل ما امشي، ايه الحاجه اللي تخليك تتحول الى الرجل الاخضر؟ قول لي حاجه واحده في سطر واحد. عارف الرجل الاخضر؟ شكلت ستيس. دي بتحولك. بتجنني. بتجنني، اللي بحس ان تعب السنين اللي احنا تعبناه السنين اللي فاتت دي عشان نعرف الناس اهميه التجميل. في اتنين بيعملوا الجريمه دي، اللي بيعمل التجميل والدكتور اللي بينفذه، بيشوهه علم وفن تجميل الاسنان. كل سنه طيب، وحضرتك طيب، خليكوا دايما معنا. سلام.